التشكيل مال عليا ما فيهوش اي تفاصيل جديده. جميل. يعني الاكواد نفسها اللي بتنفس حاجه احنا موقفينها لسه، وده اكواد متهيشه. اتكلمنا قبل كده على ازاي عملت الاكواد في الاتش تي ام ال. تمام. انت قلت اجيب مايك، انت قلت اجيب مايك بس معلش. اوكي. طيب فين تكتب الجافا سكريبت؟ نرجع قلنا المره اللي فاتت فين تكتب السي اس اس؟ في ثلاث اماكن، يا اما في تاج ستايل، يا اما في اتريبيوت ستايل، يا اما في ملف بره دوت سي اس اس مستدعي بلينك. صح كده؟ نفس النظام هنا بالظبط. يا اما في تاج، بس التاج بتاعنا هنا بيكون بالايفنت. يعني ايه؟ هذه مثال على HREF كتبنا فيها كود بسيط، قلنا اون كليك. يعني ايه اون كليك؟ احنا عندنا قلنا الايفنتس اللي هي لما يحصل كذا اعمل كذا. اوكي. قلنا الجافا سكريبت بتميز بان هي اللي بتهندل الايفنتس في الصفحه، هي اللي بتتعامل مع الاكشنز اللي انت بتعملها في الصفحه. اوكي. وفي المقابل هنا احنا ما عندناش تاج مثلا اسمه جافا سكريبت زي ما احنا في تاج ستايل، سوري اتريبيوت اسمه جافا سكريبت زي ما احنا في اتريبيوت اسمه ستايل. لا، احنا هنا عندنا اون كذا. فهنا كتبنا اون كذا وكتبنا شويه اكواد جافا سكريبت هتشوفوا دلوقتي بتعمل ايه. خالص رايح على yahoo.com، هندوس عليها فيطلع لك بلوكاري شو. لو قلت له كانسل مش هيروح، لو قلت له اوكي هيروح. اوكي. هو اكيد دلوقتي تمام. طيب دي طريقه كتابه، احنا لسه هنتعلم بقى نكتبه ازاي او نكتبه فين. جميل. نفس النظام برضه، لو هنكتبه فوق في تاج سكريبت زي ما كتبنا من شويه، زي ما شفت الانسان من شويه. مثال على الكود بيعمل كده، اول ما بتدخل الصفحه بيقول لك here you can، بانه بيطلع بيستخدم فانكشن عنده اسمها alert، بيطلع التحذير اللي احنا شفناها دلوقتي. في فرق بينها وبين confirm اللي احنا شفناها دلوقتي، عملت اتاك اوكي او كانسل. استخدم هنا برضه حاجة تانية، يعني جبنا هنا حاجة تانية بس ما عملناش بيها حاجة. اوكي. كتبنا اكواد هنا وخلاص، هنشوف تفاصيلها ايه دلوقتي. الطريقة التالتة ان احنا نكتب شوية اكواد في ملف بره دوت جي اس زي ما كنا بنكتب دوت سي اس اس، وبنحط سكريبت وناخد سلاش سكريبت ونقول له طيب جافا سكريبت، يعني زي اللي فوق ده بالظبط، ولكن بنقول بس ان الطيب ان سوري ان الاس اس اي ده فين السكريبت بتاعنا، السورس بتاعنا فين. اوكي. هي ده الفرق شايفينه. اوكي. طيب ادي الملف اهو بره. طبعا الفايل اللي بره ده انا كاتب فيه حاجات كتير زي المايه اللي فاتت، هيشها على اساس كل حاجه بدل ما نقعد نكتبها يعني واحنا قاعدين، هنشيل بس الهاش. اوكي.
ده شوية أكواد عاملها برضه في ايفنت معين، وهندل الايفنت هنا بس بشكل مختلف شوية عن الشكل هناك. هناك بنكتب اتيتيود، هنا ممكن نعمل الايفنت بشكل مختلف. وعملت الارت تانية زي الالرت اللي هناك، وعملت اديت ايفنت تاني عشان نفتح بابا. هنشرح طبعا السطر كود كود. اوكي، هنا اول ما فتحت قال لي هير يو كان اللي بتطلع من الاول، زود عليها كمان ايه؟ هير يو كان فروم جي اس انيشال دوت جي اس. ده السطر الكود دوت، ده كده اللي معمول انيشال دوت جي اس، ده اللي معمول هنا. اوكي، وده اللي كان هنا. اوكي، وزودنا الايفنت ده، خلينا نعمل كده. لما ندوس على ده هيفتح بوب اب زي ما شايف. اوكي، بوب اب اهي. اوكي، نرجع هناك. في نكتب الجافا سكريبت عادي. طيب، فايدة الفاير باج معانا النهارده ايه؟ فايدة الفاير باج معانا في كتاب مختلف. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على تاب اتش تي ام ال، واتكلمنا على تاب سي اس اس، واتكلمنا ان انا ادوس وايد كليك واعمل انسبكت المنت فاوصل للالمنت اللي انا شغال فيه، واغير في الحاجه بتاعتي اذا كان في سي اس اس، او اغير في اللي اوت بتاع اللي هي موشن بادنج، والكلام ده كله اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. النهارده هنتكلم على الكونسول. الكونسول ده هيتعرف معايا اي او هيحصل في الصف. يعني فور اكزامبل لو كتبت هنا اي اكواد غريبه بالشكل ده، اوكي، فهعمل فيش للصفحة، بدأ يطلعني ان فيها حاجات انا مش فاهمها بتعمل ايه. جميل، فبيفك معايا الايرور، بيديباج معايا الايرور. طبعا احنا عندنا مشكلة اصلا في ال HTML وفي CSS ان مفيش ديباجنج، مفيش وايت تولز يعني ممكن نستخدمها، لكن مفيش ديباجنج. ان لو في مشكلة هي ممكن تكون شغاله على براوزر، براوزر تاني لا، والكلام ده كله. انما هنا معانا في جافا سكريبت للفاير باج، او في حاجه اسمها اصلا ديفلوبر كونسول موجوده في كل البراوزرز دلوقتي، تقدر برضه تطلع منها نفس الفكره. طيب الفاير باج بزياده عنهم في ايه؟ طبعا هو قال لي هنا اهو زي ما انتم شايفين لاين كام فايل ايه، يعني قال لي الدور الاولاني ده كان في ملف اندكس اتش تي ام ال في لاين 9، انما ده كان في ملف انت دوت جي اس. جميل، عندنا كمان هنا حاجه زي التيرمينال كده، بكتب الكومنتس اللي انا عايزها هنا تحت. طيب فانا هجرب اكتب الكود اللي انا بكتبه هناك، هكتب ده مثلا. ادوس انتر، هينفذ الكود معايا. جميل، يبقى اذا كان بعض الاكواد فيها بعض المشاكل بقدر اجربها هنا. جميل، ده الفائده الثانيه من الكتاب بقى بتاع الكونسول اللي انا خدمها. الدوكيمنت هو كل ما جوه البراوزر نفسه، كل ما جوه الحته البيضاء ديت. اوكي؟ طيب الويندو نفسها، يعني الويندو ممكن احدد منها ويتس وهايت فلاقي دي تكبر وتصغر. اوكي؟ الاقي الويندو نفسها تكبر وتصغر. اقدر اعرف حجم الويندو قد ايه اللي هو فاتحها. جميل. سكرين مثلا، سكرين ده اوبجكت، لا ده خارج بقى الويندو وخارج البراوزر بتاعي، يقول لي اليوزر دوت الريزولوشن بتاعه كام؟ سكرين ويتس وسكرين هايت، ويقول لي الراجل ده داخل من الريزولوشن مثلا 800 1280 في كذا. جميل؟
دي شويه اوبجكتس. طب بنتعامل معاها ازاي؟ على سبيل المثال تعال نقول اوبجكت زي اللي هو عمله من شويه استخدمه من شويه اللي هو ديفرنت. طبعا محدش شايف حاجه صح؟ اوكي بنكتب تحت هنا اهو. خد بالك كمان ان ال الفاير باك الجديد بيعمل اوتو كومبليت. اوكي انا اكتب ريكومنت وتوعيت ونكتب فيها شويه كلام ونلاقي الكلام ده اتكتب. اوكي طيب يعني ايه دوت؟ يعني انا كلمت الاوبجكت اللي اسمه ديكومنت وقلت له من جواك هات لي الفانكشن اللي اسمها رايت. اوكي هات لي الحاجه اللي جواك الوظيفه اللي جواك اللي اسمها رايت. رايت دي بتعمل ايه؟ بتكتب بتزيد بتزود كتابه بس للصفحه بشكل مش حلو يعني بشكل مش ستاندر مش تاج يعني كانك فاتح صفحه اتش تي ام ال وكتبت فيها شويه كلام او فاتح صفحه تكست كتبت فيها شويه كلام وعملتها دوت اتش تي ام ال ورفعتها مش عارف. بعد كده ما حدش بيستخدمه للديبجنج مثلا حاجات زي كده ما حدش بيستخدمه في الحقيقه يعني. عندنا فانكشن عندنا بعض الفانكشنز اللي مش تبع اي اوبجكت زي الت زي كونفيرم. الت احنا جربناها من شويه فانكشن زي اي فانكشن عادي خالص في اي لغه او يعني في السي سينتاكس عامه تكتب اسم الفانكشن وبعدين قوسين بتدخل البارامترز بتاعتك او المدخلات بتاعه الفانكشن. اوكي فالفانكشن الت بتعمل ايه؟ بتطلع لي الت في الصفحه عندي بالشكل ده. طب ايه الفرق بينها وبين كونفيرم؟ بالظبط ان كونفيرم لو اديت رساله برضه هتعد الرساله لكن هتقول لي كيو كانسل. طب وتعمل ازاي مع الكيو كانسل؟ تعال نبص هنا كده لما قلت اوكي لو قلنا اوكي الفانكشن دي هتريتيرن لينا ترو. لو قلنا كانسل هتريتيرن فولس. محتاجين نشرح شويه صح؟ نشرح شويه صح؟ يا جماعه في ديزاينرز خش لا بس لو قلنا كده الموديولز خلاص فاهمين اللي انا بقوله صح ولا غلط؟ معلش اوكي يعني ايه ترجع؟ يعني ايه ريتيرن؟ يعني ايه كلمة فانكشن اصلا اللي احنا قاعدين نقولها دلوقتي؟ احنا شفنا دلوقتي فانكشن زي الت او زي كونفيرم دي فانكشن موجودة في الجافا سكريبت. فانكشن يعني وظيفة يعني صندوق كده بيعمل لي شوية عمليات معينة. كل ما اكلم الصندوق ده بيعمل العمليات دي. طب ما انا ممكن اكتب الكود ده بنفسي ممكن انا اعمل مثلا الت دي انا ما بعملهاش بنفسي. لا الحاجة اللي بتعملها كتير معتقد عند البروجرامرز الحاجة اللي بيعملها كتير بيحطها في الصندوق ده الفانكشن بيناديها كل شويه عشان كل ما يناديها يعني تنفذ كل الاول واحد. اوكي الفانكشن زي ما كنا بنقول دلوقتي هو عمليه معينه او كود معين بنستخدمه كتير. اوكي فبنحطه في صندوق وبنسمي الصندوق وكل شويه ناديه. الفانكشنز دي انا بعملها يعني انا بعمل فانكشن بتعمل شويه وظائف معينه بتعمل شويه حاجات معينه هي عباره عن مجموعه سطور كده اكواد حطهم في صندوق وسميته باسم معين عشان كل شويه ناديه. في برضه بعض الفانكشنز اللي موجوده باي ديفولت جافا سكريبت زي الت زي كونفيرم زي فانكشن رايت اللي موجوده بس جوه تحت اوبجكت الديكومنت مثلا او بعض الفانكشنز اللي بتكون موجوده تحت بعض الاوبجكتس. اوكي طيب شكل الفانكشن ممكن يكون عامل زي الفانكشن انا بلاقيها دي احنا بنتكلم عليها كلوجيك دلوقتي بس ولسه هنشرح ازاي نعمل الفانكشن دي ممكن ان انا اكون بديها بناديها هي بتعمل بروسيس معين زي ما شفنا دلوقتي الت بديها شويه حاجات بديها قيمه بتنفذ هي عمليه قدامي. في طريقه ثانيه ان فانكشن اناديها من غير ما اديها اي حاجه تنفذ هي عمليه معينه. في طريقه ثالثه ان فانكشن اديها مدخلات اديها البارامترز بتاعتنا ده اسمه بارامتر. اوكي اديها البارامترز بتاعتنا تنفذ شويه عمليات وترجع لي ناتج. فور اكزامبل هعمل فانكشن تحسب لي مثلا صافي مرتب واحد بعد خصم الضرايب. فانا محتاج ادخل لها ايه؟ ايه هو المرتب؟ كم شهر؟ كم في المية ضرايب؟ وهي تعمل شويه عمليات
تجمعهم وتضرب وتطرحهم وتجيب ده الكلام ده كله في الاخر ترجع لي القيمه عشان هستخدمها انا في مكان تاني. وليكن هحطها له في انبوت، هحطها له بشكل كبير، هنسقها تاني، هعمل افكت، هعمل اذا. فانا بعض الاوقات بكون محتاج ان الفانكشن دي بعد ما تعمل العمليات بتاعتها تديني قيمه الحاجه. اوكي؟ طيب دول الثلاث حاجات اللي بنعملها مع الفانكشن. بنديها بارامترز مدخلات تعمل بروسيس معين تدينا بتريتيرن ريزلت في الاخر. اوكي؟ ثلاث حاجات. فانكشن زي كونفيرم دايما بوصف لهم. فانكشن زي كونفيرم بديها تكست. انا عملت ايه؟ استخدمت فانكشن الرت. فانكشن الرت نفسها قلت لها ايه اللي يدخل لك ريب هيجي لك من كونفيرم. مش كونفيرم قلنا بيرجع لنا الداتا، بعد ما هترجعها هتروح لمين؟ هتروح للالرت. فالالرت تستخدمه. فكونفيرم بيرجع لنا يا ترو يا فولس. على كده ندوس لما فات قلنا اوكي فقال لنا ترو، هقول كانسل هيقول لنا فولس. اوكي فده شكل الفانكشنز. طب بص هنا انا عملتها بطريقه ثانيه. جيت هنا قلت له في الاي اتش اف قلت له انكريك ريتيرن كونفيرم. يعني ايه اما اقول له ريتيرن في الاي اتش اف في لينكايه هقول له ريتيرن بالظبط اما تدوس عليها؟ مش المفروض ان انت اما تدوس عليها بتروح للاتش اف؟ لا انا بقول له بص اما تدوس عليها بقى هتروح بس بعد ما تشوف الاول الاون كليك اناليتيك ايه؟ مش ده كده كليك؟ الاولويه للجافا سكريبت. الجافا سكريبت هي اللي بتهندل الايفنت قبل ما البراوزر ينفذ ناتج ال HTML. يبقى الاول الجافا سكريبت هتروح تشوف هو انا ريتيرن ولا سوري اكمل ولا ما اكملش. فاما بتيجي تدوس عليها يتنفذ الاون كليك فيطلع كونفيرم. دوست اوكي والجافا سكريبت كونفيرم هترجع ريتيرن. الريتيرن بتاع سوري هيكون ترو فال اتش اف هيتنفذ. كان فولس فال اتش اف مش هيتنفذ. زي ما شفنا هنا اهو لو قلنا له كانسل مفيش اي حاجه حصلت. لو قلنا له اوكي بدا يقفل. اوكي عرفت. يعني طبعا لو بنستخدمها بنستخدمها في ديليت، بنستخدمها في تاكيد عليه في اي عمليه معينه. طيب دي شويه اكواد بسيطه. تعالوا نفتح ملف جافا سكريبت ونشوف نكتب ازاي بشكل عام. عندنا في الجافا سكريبت مهتم دايما ان هو زي اي سي سنتكس ان انا اكتب اي فانكشن. الفانكشن بدخلها البارامترز بين القوسين دول وبنهي لازم الصف دايما بسيمي كولون. طيب في حاجه في جافا سكريبت بتقول لك ان مش شرط تنهيها بسيمي كولون بس ما تكتبش تاني بنفس الصف. يعني انا اقدر اكتب دلوقتي كده قريت تاني. طب لو ما في سيمي كولون مش هينفع كده يبقى. اوكي فهو الجافا سكريبت بتتخطى الجزئيه دي تقول لك لو كتبت اي حاجه ونزلت سطر لتحت فانت كده كانك عملت سيمي كولون من غير سيمي كولون كده مفيش اي مشكله. جميل. كبج هو مش هيديك بج ولكن كستاندر لا افضل تنهي حاجتك بسيمي كولون عشان لو جيت بعد كده وانت بسرعه وكتبت هنا كود تاني ورحت الناحيه التانيه تدي بج ففي احتماليه اكبر ان يطلع عليك. طبعا الكود الصح الاحتمالات الايرور فيه تبقى اقل. مفيش كود مفهوش ايرور لكن كل ما تقلل الاحتمالات اللي ممكن يكون فيه ايرور يبقى انت كودك هتقدر تديبج اسرع وتنفذ اسرع وتنتج فوق اقل. طيب احنا هناك عرفنا ازاي نهندل الايفنتس. تعالوا نتكلم شويه عن بعض الايفنتس. الاول عندنا بعض الايفنتس هيقولها يا جماعه. اوكي عندنا بعض الايفنتس المعروفه زي الكليك زي الهوفر زي كياب وكي داون وانت بتكتب وانت كياب وكي داون مثلا اللي هو
قبل ما الكلمه تتكتب قبل ما الحرف يتكتب، وبعد ما انت دايس على الزرار انت بتدوس على الزرار وانت بتشيك مع الزرار يعني. اون فوكس اون بلور اللي هو لما تبعد عنها، فوكس لما تقف على حاجه. طب ايه الفرق بين فوكس وكليك؟ يعني فور اكزامبل لو عندنا انبوت فوكس، لو انت بتتاب اتحركت عليها حتى ما وصلت لها هيتنفذ الفوكس، لكن مش هيتنفذ الكليك. اوكي؟ لكن لما بتدوس كليك فبيحصل انك بقيت فوكس عليها. فاهمين قصدي؟ تاني؟ اوضح اكتر؟ اوكي. عندنا دلوقتي حلو قوي بالكلام. ده ايمو تكست، اقدر ان انا بحط كتاب حتى ما وصلت له، صح؟ كده انا عملت عليه فوكس، جميل؟ ولكن ما عملش عليه كليك، كده انا بقيت مركز على وصلت له، صح؟ زي ما انتم شايفين هو انا اهو بقدر اكتب فيه، انا عملت عليه فوكس لكن ما عملش عليه كليك. انما كده انا عملت عليه كليك فتنفذ الكليك وبعدين يتنفذ الفوكس، يعني عملت عليه الاثنين. لكن لو انا وصلت له من الكتاب مش هيتنفذ الكليك، يعني ما كليكتش. اوكي. طب والبلور؟ لما سابها وامشي. اكتر حاجه تانيه. فور اكزامبل بنلاقي بعض الاوقات مثلا مكتوب هنا هنا كلمه المرور واخده جراي. اول ما تقف عليها تختفي كلمه المرور دي عشان يسيبك تكتب انت براحتك. تبعد عنها تاني تلاقي كلمه المرور جت. ازاي؟ استخدم فوكس وان بلور. اوكي. فعندنا تعالى ننفذ. نكتب هنا مثلا جميل، أول ما سبناه ومشينا تاني التاب اهوت، أنا كده واقف عليه كده فوكس كده بلور، سبته ومشيت. أوكي جميل، ده البلور والفوكس برضه نفس النظام. هنا wcc/wcschools/js هتلاقوا لسه بالايفنتس وتفاصيلها والتعامل معاها والكلام ده كله، مش هنقدر نشرحه طبعا كلهم النهارده مفيش وقت. وفي هنا كان موضوع كنت بتكلم انا فيه بس يمكن ده قديم شويه، يمكن wcc افضل قديم شويه كده كل ما قربناها ونمشي هتقعد تعمل كده. اوكي احنا عرفنا طريقه كتابة الايفنتس هنا، صح؟ سوري اسف سوري اكتب دي خالص ونكتب انا اخواتي الجافا سكريبت. طيب الكلام ده مش سنترال، ايه الفرق بين ان انا اكتب هنا واروح اكتب او ان انا اكتب فوق او ان انا اكتب في ملف دوت جي اس زي سي اس اس؟ في ميزه يمكن ما قلناهاش اصلا كمان في السي اس اس. اوكي هنا انا قلت عليها بس انت بس لما حد يكليك عليك انت بس يحصل الايفنت الفلاني، ولكن لما بنكتبه في ملف دوت جي اس سنتر طبعا زي ما قلنا ممكن نكلم كل الانبوتس يا جماعه اللي عندنا يبقى الفاليديشن عليها بالشكل الفلاني، او كل الايه اللي عندنا لما يدوس اتش اف لما يدوس عليها نبقى ناكد من الاول كونفيرم ولا وما الى ذلك. ادي واحد. اثنين ان انا فصلت كل الاتش تي ام ال كل الجافا سكريبت بتاعي. طب وده يفرق معايا في ايه؟ عشان لما ديزاينر يشتغل ديزاينر بيخش مقاصه يعني بيخش يخبط فبيعملها بشكل كتير يعني، فاحنا نخلي ده لوحده. جميل. طيب في حاجه ثانيه اهم يمكن ما قلناش كمان بقى في السي اس اس، ان لما بيكون ملفات الدوت جي اس وملفات السي اس اس الملفات دي البراوزر بيعمل لها كاش، ما بيروحش يطلبها كل مره، في المقابل هو خلاص نزلها اول مره عمل لها كاش بقى. فور اكزامبل الويب سايت بتاعك توتال ملفات الجافا سكريبت في السي اس اس 800 كيلو، طبعا ده رقم كبير 800 كيلو اول مره 800 بعد كده على طول 200. اشمعنى؟ عشان في الاول ملف جافا سكريبت وملف سي اس اس وملف كذا وملف كل ده كل ده معاك. دي ده هنا نزلت شويه، ده هنا اي ار بي سيستم فيه تفاصيل كده زياده شويه وفي شغل تقيل وفي ملف جافا سكريبت حوالي ميجا ونص فاكر. هو ايميل الاجاكس بال اتش تي بي هيدرز ما فهمتش قصدك.
بريك تول في اتش دي اس في هيدرز اعتقد ده من الهيدرز لا دي مش هيدرز ده ريكوستات اجنس ايوه دي هيدرز اتش تي اوكي هو دي ريكوستات اجاكس الريكوست ده نوعه جيت اوكي وادي اللينك وده ريزلت وكل حاجه بس ادي ريسبونس اهو بتاع الاجاكس وادي يعني تحت دول في حاجات بالظبط بالظبط بتفتح كل واحد منهم بيقول لك ايه هو الحاجات الريكوستات اللي عملها اوكي نيجي لما نوصل لها هنتكلم على تفاصيلها ان شاء الله ناخد بالنا هنا من نقطه عندنا تاب هنا اسمه نت بيقول لك الصفحه دي حجمها قد ايه وعملت ولودت في قد ايه الصفحه دي حجمها 1.8 ميجا دي دي اكس تي جي اس بس دي بتشتغل لوكال اصلا ده اي ار بي سيستم ما بتشتغلش عليها ناس كتير متاح ليك انك تعمله كتير بس 1.8 ميجا معنى كده انك لما تفتح مع كل فريش تقعد ايه ساعه الا ربع مثلا تفتح كل صفحه بس بص الناحيه الثانيه قال لك ايه؟ من ال 1 و8 دول في 1 و7 منهم من الكاش عشان ملفات الجافا سكريبت والسي اس اس ملفات ولكن ده توتال الويب سايت اول مره حمل ده كله بعد كده على طول يحمل من ملفات كاش جميل فتخيل انها ممكن تكون الفرق فيها كبير قد ايه طبعا كل ما يزيد معاك ملفات الجافا سكريبت طيب نرجع لملف الجافا سكريبت ونشوف بقى ازاي هناك نكتب الايفنتس هنا كلم الاوبجكت اللي اسمه ويندو الويندو بتاعنا اللي قلنا عليه من شويه اللي قلنا فيه اوبجكت زي دوكيمنت ولكن بيتكلم عن مثلا سوري ويندو ده اللي بيتعامل مع الويندو بنعمل منه البوب اب وبنعمل منه نفتح منه ويندو جديده او نقول له مين اللي فاتح الويندو دي او كده جميل قال له لما الويندو دي تلود لما الصفحه بتاعتنا تبقى لودد ده ايفنت تاني اسمه اون لود نفذ الفانكشن دي تعالوا بقى نشوف الطريقه دي نظامها ايه احنا عندنا قلنا عندنا فانكشن زي الرت دي فانكشن موجوده بالفعل بنكلمها كده طيب لو فانكشن مش موجوده واحنا اللي عايزين نعملها بنكتب فانكشن زي البي اتش بي للناس اللي شغاله هنا بي اتش بي وبنكتب اللي احنا عايزينه جوه الفانكشن طب وبناديها ازاي؟ يبقى كده عملنا الفانكشن بنكتب كلمة فانكشن بعد كده ده اسم الفانكشن وهنا المدخلات بتاعتها ايه البارامترز زي ما دخلنا فوق تمام وبناديها بالشكل ده فجينا هنا بنكلم الايفنت الايفنت هنا عشان نكلمه بالطريقه دي طريقه الاتيتيود ممكن نديله عادي كود على طول نديله الرت على طول انما في الحاله دي لما بنكلمه بنقول له ويند دوت اون لود يبقى لازم نديله فانكشن يعملها وظيفه يعملها وهنا ما ادينالوش اسم للفانكشن لان انا مش محتاج اكلمها بعد كده دي طريقه قلنا عليها قلنا المره اللي فاتت هنتكلم عنها اللي هي الكول باك ان انا بديله اسم فانكشن او بعمل له الفانكشن ولا بنفذه يعني لو انا زي من شويه عملت هنا ايه ايه اقدر اقوم جاي قايل له ويندو دوت اون لود بتساوي بس شايفين يا جماعه ويندو دوت اون لود بتساوي ايه 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 او ان انا اقول له ان انا اخد الفانكشن ايه 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 دي كلها اكتبها له ان هو بعد يساوي بالشكل ده يعني اكتب له الفانكشن نفسها او ادي له اسمها طب انت محتاج كده انت محتاج كده لو هعمل الكلام ده مره واحده في الاونلود بس خلاص بكتبها على طول انما لو هستخدمها في كذا ايفنت بديها اسمها طبيعي طب هو يعني بتحط براكتس ولا اسم الفانكشن وخلاص لا هنا لا ما بتكتبش اسم ما بتحطش براكتس لو حطيت براكتس الاكسيم بتوعك يبقى الفانكشن هتتنفذ يبقى هياخد الريتيرن بتاعها انما هنا كده انا اديته اسمها عشان هو يكول يعمل لها كول هو يكلمها هو يناديها يعني كده انت اساين الفاري والايفنت ده بالظبط بقول له انت كول الفانكشن طبعا بس لازم يكون اصلا اللي انا بديله الكول باك ده هو يكون يقول لي ان البارامتر بتاعي يكون كول باك يعني فور اكزامبل الرت ما ينفعش اديها اسم فانكشن يعني ما ينفعش اديها مثلا ايه 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 دي مش اسم فانكشن يعني هو مش هي لانه مش هيكسكيوت الفانكشن دي مش هيعمل لها كول لا هو عايز ريزلت على طول هو ده بيقول لك انا عايز يدخل لي سترنج استخدمه مش يدخل لي فانكشن اشغله
ففي في الانلود هو قايل لي دخل لي فانكشن اسم فانكشن اعمل لها كول باك، فيدخل له اسم الفانكشن يا اما اعمل له الفانكشن. الانلود دي لازم يجي مع فانكشن، اي ايفنت لازم يجي مع فانكشن. الايفنت بينفذ فانكشن مش بينفذ، يعني مش هينفع اديله مثلا تكست عشان هو يعرضه، مش هينفع اديله، يعني ملوش الايفنت مش وظيفه معينه، مفيش حاجه معينه بيعملها، لو بيعمل اي حاجه لما يحصل كده ايه الحاجه دي، الحاجه دي وظيفه بقى مش مثلا رقمين اجمعهم، مش فاهم قصدي. في المقابل هو بيعمل وظيفه، يبقى لما يتنفذ اديني اديني دي فانكشن اعملها اكلمها هي تعمل بقى اللي هي عايزاه، حط انت فيه اللي انت عايزه. اوكي فجينا في الايفنت ده ويندو تقول له لما الويندو تقوم، لما الويندو تحمل نعمل ايه؟ نعمل الارت زي الارت اللي عملناها بره، ولكن بنقول له ان دي الارت بقى بتاعت الانت دوت جي اس. جميل؟ طيب جينا جواها عملنا حاجه ثانيه. طريقه هنا ان انا انادي او ان انا اكول اوبجكت باخ شويه على نفسي، انا بستقرها جدا عن السي اس اس. فاكرين السي اس اس كان الموضوع عامل ازاي؟ بنقول له مثلا فور اكزامبل نقول له هاش، فاكرين السيشن اللي فاتت؟ فور اكزامبل يا اما بيتكلم التاج على طول، يا اما نقول له دوت كذا، نتكلم بالكلاس او نتكلم بالاي دي. الموضوع سهل جدا هنا، الموضوع مش سهل جدا يعني، هنا الموضوع على نفسي بستتقل، هو ان انا عايز اكلم حاجه هنا يبقى جوه اوبجكت دوكيمنت، صح؟ قلنا كل حاجه جوه البراوزر نفسه يبقى جوه الدوكيمنت، جوه اوبجكت الدوكيمنت، فهنكلم اوبجكت الدوكيمنت. طيب وبعد كده get element by، وطلع عندنا شويه حاجات by class by name by tag name by id. عادة الناس بتستخدم by id لو هتكلم حاجة واحدة، قلنا المرة اللي فاتت الفرق بين الكلاس وال id ان الكلاس ممكن نديه 5-6 تاج، انما ال id بنديه تاج واحد. اوكي صح ولا صح؟ الاي دي بنديه تاج واحد والكلاس بنديه اكتر من تاج. تمام؟ ففور اكزامبل انا هنا عندي ده انا مديله اي دي بوم، او ده انا مديله اي دي زد، فقوم جاي له هنا زد كده انا قدرت اكلمه، جاب لي انت قصدك الاي دي. طبعا الفاير باج لما وقفت على دي راح فوق اداني علمني انت بتتكلم على ده، رغم ان انا مش واقف في الاتش تي ام ال، انا واقف في الكونسول، بس هو عمل لي ليها كومنت. طيب يبقى دي الطريقه اللي انا اقدر اكلم بيها element في الصف، ان انا اكل الاليمنت سيلكتور زي ما بنسميه في السي سيس يعني، بس هو ما اسموش كده. فجينا هنا جوه الانلود بعد ما لودت، بعد ما عملنا الاليمنت عملنا كلام ايه كمان ايه؟ قلنا له دوكيمنت element باي اي دي البوب، البوب ده اللي هو السطر ده، اللي هو السطر ده. قلنا له لما حد يكليك عليه نفذ فانكشن ثاني، يعني ادينا ايفنت جوه الايفنت الاولاني. فاهمين قصدي؟ يعني احنا جوه الفانكشن اللي جوه الايفنت الاولاني مفيش مشاكل، جوه بقى اكتب اللي انت عايزه، ان شاء الله تكتب ايفنت ثاني مش فارق. ان شاء الله تقول حاجه ثانيه مش فارق. فجينا قمنا جايين عاملين كده اهوت، قلنا له البوب لما تدوس عليه اعمل حاجه معينه ما تقدرش تعملها بعد شويه. طيب تعالوا نجرب نحط ده بره، ايه اللي هيحصل؟ لو في اثنين، لو في اثنين اي دي يعني ما ده الاي دي ما ينفعش يتكرر. هي دي هو ده الفرق، عشان كده بنستخدم الاي دي. تمام؟ لو حطينا ده بقى ايه اللي هيحصل؟ بصوا كده يعني ايه وجالنا ايه؟ بيقول لنا انت بتتكلم على ديكومنت جيت المنت باي اي دي بوب، عايز تديله ايه؟ انا اصلا مش لاقي الاليمنت ده. طب ايه السبب؟ السبب ان الصفحه ما اتعملهاش لود، الدوكيمنت اللي جوه هنا ما اتعملوش لود عشان يبدا يديله ايفنتس، يعني لسه السطر ده ما كانش اتكون، صح؟ لان احنا جايبين ملف الجي اس فين؟
هنا في الهيد مش ده كده ملف جي اس؟ ملف جي اس اتعمل له وبدا الكوماند ده يتنفذ قبل ما ده يبقى موجود. كتبنا ايه قبل ايه؟ طب انا مضطر اكتب كله في ملف جافا سكريبت هعمل ايه؟ قال لك عشان كده بنحطه جوه الاون لود. اشتغل كل حاجه جوه الاون لود. زي البادي بالنسبه لي في الاتش تي ام ال كده. يعني مثلا بس هي كل الفكره ان الموضوع هنا لا هنا الموضوع انت عارف الموضوع هنا ان لازم الاوبجكت يكون اتكون يعني لازم فلان حاضر معايا هنا عشان اساله انت عملت كذا ولا لا فاهم قصدي لازم اصلا يكون هو اتكتب في الدوم والدوم عندي كلها لودد. اشرح تاني يا جماعه الجزئيه الاخيره اللي انا عملتها. مين عايز يشرحها تاني؟ جزئيه ان انا كتبت الايفنت. اوكي انا هنا كتبت ايفنت الاون لود ده اتنفذ بعد ما صفحه عملها لود. يعني فور اكزامبل دي لو صفحه كبيره عندنا زي اللي انت شفتها من شويه وهي عندك بوست عدد كتير تحمل مش هتطلع على الاليرت دي الا بعد ما كل حاجه تكون ظاهره قدامي ده الاون لود. طيب تخيل معايا النهارده ان الصفحه دي بتحمل في وقت كبير فاهم؟ وصلها كتير ال اتش تي ام ال نفسه كتير وانا حاطط ملف ال اتش تي ام ال مستدعي ملف الجافا سكريبت قبل ما يبقى فيه تاج اتش تي ام ال فهو هيروح يبدا يكول ده ويبدا يكسكيوت الكود اللي جواه ينفذه وهو بينفذه هيجي يقول له طيب بالنسبه بقى للاليمنت اللي واخد اي دي بوب عايزين نديله ايفنت هيقول له طب استنى طب انا لسه ما خلصتش تحميل صفحه الاتش تي ام ال بتاعتي مش هجيب لك بقيه التاجات فالتاج ده ما كانش لسه اصلا البراوزر عمل له كومبايل عشان يبدا يستقبل عليه ايفنتس هو الاول لازم الدوم او البراوزر ياخد التاج ده ويفهمه ويعرضه قدامه عشان تبدا تضيف عليه ايفنتس. اوكي فالايفنت ما بينضافش للاوبجكت للتاج الا لما يكون موجود الا لما يبقى فيه اوبجكت اصلا. دي كل الفكره. ففي المقابل احنا لا استنى في المقابل بقى احنا مش هنضيف اي ايفنت الا لما نتاكد ان الاوبجكت ده لود. لا انا عارف تحصل عادي انا مش هضيف اي ايفنت الا لما اتاكد ان الاوبجكت ده لود. طيب قريتها ازاي؟ يا اما اريح دماغي واحط كله في الويندو دوت اون لود ده حل. الحل التاني ممكن اقول الاوبجكت ده اون لود ما هي اون لود الوحيده اللي ممكن تستنى فاهم قصدي؟ يعني اقول له ثانية اتاكد المعلومة بتاعتي صح ولا غلط. لا هي مش ممكن تستنى انا بقول كلمة غلط اعتقد ان هو بس كل الفكرة في ان اوكي مش فاهم معلومه غلط كنت بقول ان الاون لود هي الوحيده اللي ممكن تستنى. لا المعلومه دي غلط. هو اي ايفنت ما ينفعش يستنى. اي ايفنت مش هيبدا يأسايد الايفنت ده للاوبجكت لما الاوبجكت يكون لودد لما الاوبجكت يكون اتوجد. طب اشمعنى الويندو؟ انت موجوده انت مجرد انك طلبت الصفحه فهو كاريت اوبجكت الويندو ولكن مش كله حمل ولكن اتكاريت الاوبجكت. جميل. فور اكزامبل مثلا الايمج لو تاج ايمج تاج ايمج لو لسه الصوره ما ظهرتش قدامك بس هو بيريكوستها او بيحمل الصوره دلوقتي بس البراوزر عارف ان في تاج ايمج ومكانه في المكان الفلاني تقدر بقى تقصيله حتى لو الصوره لسه بتنزل من على الانترنت والايفنت يشتغل وكل حاجه طالما لسه الصوره ما اتحملتش حد فاهم قصدي؟ لذلك في الويندو هو بقى موجود في الدوم بقى موجود سوري الويندو جميل فاقدر اساله على على ايفنتس زي ايفنت الاون لود اكلمه واقصيله له حاجات خلاص لكن الباقيين مش هينفع الا لما يبقوا محملين. جميل. فعشان كده خدنا الديفنت ده خدنا الايفنت ده وبنحمل نعمل الايفنت ده. جميل. انا حاسس ان انا ماشي ملخبط شويه انا اسف صوت تحضير بس
عايزين نمشي حاجه حاجه نتكلم فاريبل و انا نطيت شويه حاسس ان احنا بنخش في حاجات ملف كويس. انا برضو كنت عايز افهم برضو فكره الدوم ايه بالظبط يعني الدوم ده انا يعني حاجه ده سؤال محرج ليه بس كده بس ده سؤال تفسير فيه اقول لك على اي براوزر البراوزر بيكون فيه كذا بروجكت يعني في تفاصيل كتير في الدوم في الدوم ده اللي هو ببساطه ده تكوين الصفحه دي متكون من ايه اوبجكتس يعني كتيره وهو بقى بيشغل ايه مثلا اوبجكت الويندو اوبجكت الويندو جواه ايه جواه او خلينا في الديكومنت اسهل لنا انا اقدر اتحكم في كل دول ذكي بس طفح اوكي شوف مثلا هنا اوبجكت الدوكمنت جواه اوبجكت تاني اسمه بادي جوه البادي اوبجكت تاني اسمه طبعا دول فانكشنز جواه اوبجكت تاني اسمه شيلدرن الشيلدرن ده جواه شيلدرن اتش 1 وبعد كده جوه اتش 1 اتريبيوتس معينه فواخد اتريبيوت ده ما فيهوش مثلا اتريبيوت يعني من الاخر هي الاوبجكت تري بتاعه الصفحه دي كلها اوكي اللي هو بيكونها اصلا من ال HTML فبياخد ال HTML يتعامل معاه كاوبجكتس عشان يقدر يأساين ويقدر يقول يديله يأساين له فانكشن مثلا يزود له فانكشن او يتعامل معاه او يكلم ايفنت او الكلام ده لان في الاساس هو ما بيتعاملش مع ال HTML نفسه للبراوزر على بشكل معين هو بيتعامل مع الدوم اللي هو كونه من البراوزر يعني يمكن التفاصيل اللي انا بقولها دي مش واضحه قوي يعني مش مذاكرها عشان اقولها لك بشكل علمي يعني كويس اوكي لان هي تفصيلتها كبيره شويه تفصيلتها في كان في بلوج بتاع كيبون ديف مصطفى غالي كان بيشرح فيه الستاندرز بتاعت الجافا سكريبت الستاندرز بتاعت كتابه كومبايلر للجافا سكريبت الستاندرز اللي نازله عشان البراوزر تكتب عليها كومبايلرز يمكن لو قريت الحاجات دي هتلاقي تفاصيلها بس ما اعتقدش ان هي مش مفيده مش هتفهمها كانت زايده فاهم قصدي محتاجه تفاصيل يعني فيها تفاصيل برمجيه كتيره اوكي للاسف انا اخطات ان انا كنتش مهيش الحته اللي فوق دي لكن هي فعلا البدايه كانت من تحتها بشكل منظم جدا انا اسمها هو فعلا انا حصل لي ظرف من شويه هو ده اللي خلاني يضيع وقت التحضير اوكي نبدا زي ما احنا كاتبين هنا اول حاجه عندنا احنا شفنا شويه اكواد خدنا ان السطر بيتكتب في اخره سيمي كولون وادينا مثال كده على الارت وشفنا شويه اوبجكتس وشفنا شويه حاجات تعال نتكلم على الفاريبلز المتغيرات مين هنا مش عارف يعني ايه متغير؟ اعتقد كلنا كمبيوتر ساينس اعتقد يعني مش حد عنده مشكله يعني ايه فايبل؟ خلاص يا جماعه فاعل الان ما اعرفش ادخل على طول يعني ايه فايبل؟ 10 10 وفرتوا عليا الضغط ولا اقول مش عارف يعني اقول يعني فايبل؟ لا براحتك طيب تمام يعني قصدي حد محتاج يعرف ممكن نشوف اكزامبل يعني نعم نشوف اكزامبل ازاي بتتكتب الفاريبلز في الجافا سكريبت اوكي اه لا مش قصدي بتعرف تتعامل مع الفاريبلز في حته ثانيه في هنا لا انا قصدي انت فاهم يعني ايه فاريبل ولا بس اوكي ده مثال على شويه فاريبلز عندنا الفاريبلز طبعا انا عارف ان هنا في كتير بي اتش بي في البي اتش بي عندنا فضيحه ان احنا ما بنعملش ديكلير للفاريبلز ما بنكتبش ان ده انتجر مثلا كذا والكلام ده اوكي ده مش موجود في اي لغه ثانيه على فكره انا ما شفتش لغه ثانيه موجود فيها الكلام ده بس هنا في الجافا سكريبت يعني رغم ان هي ما تعتبرش يعني بروجرامنج لانجوج قوي يعني ونموذج اللي يجيبه ربنا ما يكون ادعو ادعو حد عايز نص باللبن يا جماعه؟ خافش مش طب اشرب انا بس اه راجل هناك بقى سلام وانت كده تظلم واحد ماشي يا ابو اوكي
كنا بنقول ان عندنا في البي اتش بي مفيش ديكلير للفايروس. يعني ايه ديكلير؟ يعني ما بعرفش الفايروس، ما بعلنش عن الفايروس. يعني لما باجي اتكلم مع فايروس بقول له اساين اكس ايكوال 5 على طول اوتوماتيك كده تكون جايه اللغه مكريته مكان في راما اسمه اكس نوعه انتجر وفي 5. طب هو ايه العيب في كده؟ العيب في كده ان لو كتبت فايروس دولار ساين محمد ام او اتش وجيت تحت بقول له بنت محمد ام اي اتش هيقول لي ايش عشان ده هو ما فيهوش حاجه وانا هببلش على كده، في حين ان انا المفروض لو انا في لغه ثانيه لا ايرور انا ما فيش فايبر عندي اسمه محمد ام اي اتش فكان بفوق ام او اتش لو قصدك على ده ماشي انما حاجه ثانيه ما عنديش الفايبر ده. في المقابل دي ميزه انه يديك ايرور انه يوقفك على الفايبر انت يعني ما عملتلوش ديكلير يوقفك عشان بتكلم فايبر مش ما اعلنتش عنه مش عامل له ديكلير دي ميزه. جميل. البي اتش بي واخدها برضه على انها ميزه في السرعه وفي الانتاج وفي الكلام ده كله بس يعني يعني كان الافضل انهم يعملوها. هنا في جافا سكريبت نفس النظام هنعمل ديكلير بفار ما عملتش فار مش هيعرف لا هيكمل. جميل. فهنا الديكلير بتكون بفار سيبك بقى انتجر سترينج اي حاجه مش مهم برضه نفس المشكله دي. اوكي. فالديكلير عندنا هنا بفار من غير دولار ساين زي اي لغه منطقيه مش زي البي اتش بي عشان البي اتش بي مش عارف ليه بتحط دولار ساين برضه البي اتش بي على فكره بتحط دولار ساين من ضمن التفويت اللي هي مفوتاك حاجات كتير على فكره انا اصلا بي اتش بي ديفلوبر يعني وقشطه وجميله وكل حاجه بس هي الصراحه هي هي حاجه حلوه عامه ان انت يعني انا شايفها هي ميزه بالعكس يعني انت الفاريبل اللي انت بس تحط كده خلاص هو يقبل اي حاجه يقبل سترينج وبعد كده في نفس الوقت انت تدي له انتجر بتيجي تعمل برنت المشكله ان الديفلوبر مش واخدين بالهم يعني انت عندك بعمل برنت بي اتش بي مثلا وعملت كده هيعمل ايه؟ هيطبع الاي اي هو انتوا عارفين هو بالفعل الكومبايلر بي اتش بي عمل ايه؟ راح شاف في كونستنت اسمه اي اي ولا لا؟ لان في البي اتش بي لو عملت دولار ساين ايه غير لو عملت ايه بس؟ ايه بس معناها انك بتكلم حاجه عملها ديفاين كونستنت انما اللي فوق ده فاير فده ليه معنى وده ليه معنى. في المقابل لما بتكتب كده بيروح يشوف هو في كونستنت بالاسم ده مفيش قشطه خلاص يبقى ده سترينج بعضه فيعني يعني هم مضفضين على حاجات كتير فاهمني؟ هنا مثال بسيط هنا الفانكشنز عندنا يا جماعه لا في انتجر ولا سترينج ولا الكلام ده كله انت بتكلير لكن طبعا في انواع زي بي اتش بي عندنا انتجر عندنا سترينج وعندنا دلوقتي انتجر 64 في بي اتش بي 6 وعندنا اري والاوبجكت والكلام ده اوكي. هنا الفاريبل لما بتعمله ديكلير بتعمل ديكلير بس للاسم مفيش نوع عايز ست النوع زي البي اتش بي قول له بصفر يبقى انت قلت له ده انتجر قول له بصفر يبقى صفر ما انت قلت له ده فلوت ده البي اتش بي بس اوكي. البي اتش بي نفس النظام برضه يعني لما يبقى من البي اتش بي فيها انت انا برضه نفس النظام لكن المعتاد الناس بتديكلير بفار وما اعرفش هل انتجر وفلوت لو استخدمناها او انتجر وسترينج والكلام لو استخدمناها هتبقى ستاندر والكلام ده مش ستاندر. هنا عملنا فار اسمه دبل بنت عملنا فاريبل اسمه اكس حطيناه في 5 عملنا فاريبل تاني اسمه واي واحنا بنعمله على طول حطينا تقريبا المثال ده هيكون معاك الملف ده هيكون معاك ملحوظه يا جماعه الحاجات اللي فاتت موجوده على كورسز دوت حازم خالد دوت كوم مش تعاملوها موجودة على كورسز حازم خالد دوت كوم المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي المحاضرات الجاية هتكون مش موجودة لأن احنا بنشتغل لايف على طول واللي معاه لاب هيقدر يشتغل معانا على طول هو قاعد. يا ريت لو حد حتى النهاردة معاه لاب يقدر يفتح ويجرب عشان تطلع له شوية ايرورز عم أنا بعمل ما يسألني هي ايه ممكن نفتح في النشاط تبقى ممكن. جميل. هنا عملنا فايبر اسمه اكس عملناه بخمسة حطينا فيه قيمة 5 عملنا فايبر تاني اسمه واي واحنا بنعمله حطينا فيه 6 هنا عملنا فايبر اسمه زد حطينا فيه اكس واي. اي حد عنده مشكله شايف الكلام ده مختلف جديد انا بس مستغرب بس ازاي احط اقول اكس بيساوي 5 يعني انا اسف كده هي ديكليرد هل ممكن اقول حاجه مش ديكليرد؟ ممكن. طب هاخد على اساس ايه؟ و ار از ايكوال 7 هو
هو عمل لها ديكلير زي البي اتش بي، عمل لها ديكلير لما اقول فار عمل لها ديفاين هي ب7 فالمقابل ان هو انتجر وخلاص. لو جيت بعد شويه بتقول له اطبع لي دي مش هيطبعها عشان ده كابيتال ده سمول مش عارفها طبعا. اي لغه برمجه في فرق، بص اي حاجه في الدنيا في فرق بين الكابيتال والسمول عدا الويندوز، هو الوحيد اللي دايخ في الاثنين يعني. حتى موبايلات النوكيا وده في فرق بين الكابيتال والسمول، بس هو ايه الويندوز مش فاهم الموضوع. فلو طبعت لو عملت لو عملنا دلوقتي مثلا الت بزد هتشتغل، عملنا زد كابيتال مش هتشتغل. مش فاهم عشان ده اسمه ده اسم ده ليه اسكي وده ليه اسكي كمبيوتر ساينس ماشي، ده ليه اكس اسكي وده ليه اسكي حلو. ففي المقابل ده محجوز في رامه باسمه وده محجوز في رامه باسمه حلو، دول فايبرين مختلفين بس دي كل الفكره ماشي. اوكي في حد عنده مشكله في الـ في الـ في الفايبرز هنا اسلوبها او كده؟ يلا المعاملات الاوبريتورز ناخد بالنا الاول هنا ان وان سترينج معناها وان وان بوتيشن معناها ان احنا بنكتب سترينج. يعني لو طلعنا هنا فوق سنه وقلت له ان اكس ايكوال 5 ما بين وان كود بقت اكس نوعها ايه؟ سترينج. انما كده انتري. اوكي فرقت ايه؟ فرقت في التعامل معاها بس عشان دلوقتي هي محدش وقفني وقال لي فرقت في ايه، مش شايف واحد عايز يقول فرقت في ايه؟ فرقت في المعاملات التعاملات. ينفع تجمع سترنجات؟ تجمع ينفع تطرحها تضربها يبقى هي كل الفكره ايه الاوبريشنز اللي هتتم على الفاير. يمكن ده مش مهم قوي برضه بالنسبه لنا واحنا داخلين هنكسر جافا سكريبت في الفيكس. اتفضل. طب انت الكوتيشنز اثنين ولا في اي فرق؟ مش فرق خالص. اتذكر حاجه كان في فرق كده، كان في شويه فوق صغيره عندنا في البي اتش بي وهنا كان تقريبا برضه موجوده. زي بعض في البي اتش بي مثلا، في البي اتش بي انت عندك الدبل كوتس هي بس اللي بيشتغل فيها السلاش ان والسلاش ار والسلاش تي والكلام ده، الوان كوت ما بيشتغلش فيها. بص هنا انا الوان كود على طول قال لك قشطه طبعا قصدك دبل كود وحط السلاش هنا هو مفيش اي فرق خالص. حتى في البي اتش بي ما يعتبرش ان في فرق، كل الفكره ان في البي اتش بي في الوان كود، الوان كود اسرع بس في الاكسكيوشن تايم بتاعها اقل من الدبل كود، لان في الدبل كود بيدور في فاريبلز في سلاش ان في سلاش ار كام مفيش فرق فعلي يعني. جميل ناخد بالنا هنا بقى من النقطه طبعا البي اتش بي اكيد فاهمين معايا عارفين الكونكيت اوبريتور اللي هي الدوت او بجوز عامة عارفين الكونكيت اوبريتور اللي هو الدوت. اوكي تعالى ندخل مع بعض ان احنا عندنا اكس ايكوال 5 بس احنا بنستخدم الفيربال. اوكي اكس بكام يا عم؟ اكس بكام؟ ب 5. طيب واي ايكوال زد، واي بكام؟ زد ايكوال اكس بلس واي، ده اللي كاتبينه من شويه اهو. اوكي؟ طيب انا عايز اطبع له اكس وجنبها واي. يعني عايزه يعمل الرت مثلا لاكس وواي. يعني عايزه يجيب لي 5 6، عايز يجيب لي الاثنين جنب بعض. البي اتش بي دوت. اوكي؟ كله معايا في الجزئيه دي. كونكيت اوبريتور بيجمعهم بس جنب بعض. يعني انا عايز اعمل الرت كده يا جماعه للناس اللي ما فهمتش قصدي. يا ريت يا جدعان توقفوني، ماشي انا شايف الناس معايا كلها مستواها واقع جميل، فلو اتكلمت بالراحه يبقى كلامي ممل، لو اتكلمت بسرعه ممكن الناس يقعوا مني، فلو اتكلمت بالراحه استاذنكم قولوا لي سرع، ولو اتكلمت بسرعه قولوا لي دي ما فهمتهاش. انا عايز اطبع كده اهو 5 6، عايز اعمل كده بس عايز استخدم اكس وواي. يبقى انا المفروض ان انا منطقي ان انا اعملها ازاي؟ اعمل اكس واي كده بقى فاريبل جديد اسمه اكس واي. ففي المقابل انا الناس بتقول لي دوت دوت ده في البي اتش بي بلس 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 ده هيجمع بلس ده هيجمع حط كود وده الفرق بين السترينج
وبين ال انت يبقى نوع الفاريبلز هيفرق معايا في كده. يبقى هنا x بلس y هيجيب لي 11. طب انا عايز افصلهم هما بالظبط. لو كان مثلا معانا سوري ده بيساوي وقمت جاي قايل نفس اللي انا قايله من شويه اس بلس ار. اجمع اول اثنين بشكل مختلف شرح ثاني او اكتر. تعالوا نقول هنا جمع احنا استخدمنا البلس بدل ما نستخدم الدوت اللي احنا بنستخدمها في البي اتش بي مثلا. اذا كان كل ايه كان اب تو ديت معايا في البي اتش بي قلنا اكس بلس واي قال لك قشطه دول انتجرز فانا هجمعهم بقوم 11. طب بلس اي 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 الاي دي بتساوي اي 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 لسه عملنا فوق يبقى بلس اي اي. لا انا البلس بتستخدم استخدامين بلس عشان تجمع عادي خالص او بلس عشان تكونكيت تجمع التكست سوا. فلما عملنا كده جمع ال 11 وحط بعديها الايه؟ يعني ممكن اقول 11 بعدين بلس بي ار او سوري سبيس بلس الاي. يبقى ممكن هي عادي زي ما انت قلت لي نعمل من غير سبيس فاضية كده خلاص. هو هيتعامل معاهم بشكل مختلف فاضية ما حطش سبيس. حط سبيس انا ما عملتش سبيس انا مش عايز سبيس. طب احنا عايزين نحط سبيس نعمل سبيس سبيس حط سبيس حط يساوي حط بلس حط اللي انت عايزه ان شاء الله. حط هنا بلس ولا عايز اطبع اكس وواي بحط كود بحط سنجل كود كلمة اكس وكلمة واي؟ طبعا يبقى سنجل كود يبقى تعمل كده. لو عايز اطبع السترينج ينفع اوكي. التعامل مع السترينجز ليها شوية فانكشنز كده عادة شبيهة قوي بي اتش بي. لو اشتغلت بي اتش بي شبيهة بالبي اتش بي زي سبسترينج وسترينج ريبليس هتلاقيها اسمها ريبليس وحاجات زي كده. هدي مثال صغير بس عشان تكمل انت المذاكره فيه او تكمل تشوف في البيت. في عندك قسم في دبليو اس في بيتعامل مع السترينجز. فور اكزامبل انا عندي احنا قلنا قيمتها بايه؟ مش خالص انا مش قصدي فور كده بايه اوكي بلاش خليها بتساوي اوكي بتساوي سلام عليكم. ادي هنقول الار هنا مش كله يركز معايا لان تو ما يركزش. ريبليس ليه دوت كل حاجه هنا اوبجكتس فاحنا نتعامل مع ده الار على انها اوبجكت. يا عم ده سترنج ده فاير. طب ما الاوبجكت اصلا نوع من انواع الفاير اوكي. يبقى الار دي اوبجكت. طب امال لما بعمل لها برنت على طول كده لما بعمل لها ادب انت كده بتتابع ازاي؟ فهو ليه ديفولت فانكشن بيعمل لها كول. اللي عايز يعرف ازاي اما بتكلم فاير هو اصلا اوبجكت بيرجع لي ريزلت. الاوبجكت ده ليه ديفولت فانكشن. لو ناديت الاوبجكت لوحده هيكلم الفانكشن اللي هي دوت تكست او حاجه زي كده. طيب لكن هو في الاساس هو اوبجكت. ايه الـ ايه الفانكشنز اللي جوه الاوبجكت دي؟ اي اوبجكت جواها بروبرتيز وفانكشنز ميثودز وبروبرتيز اوكي. فايه الميثودز اللي جواها؟ كل الميثودز بقى التعامل مع سترينج بيقوسها الميثودز بتاع التعامل مع السترينج زي بليس زي الحاجات الخاصه بريجولار اكسبريشن الحاجات الخاصه بالسب سترينج وما الى ذلك. قلت له هنا بليس 3 ويز اي اي اوكي ده ريزلت التفاصيل الباقي بقيه الفانكشنز موجوده في دبليو اس بي سي بس هي دبليو اس بي سي بس هي تفصيلتها بالشكل ده. لو في 2 3 في الحاجات دي يرجع للفانكشن دي في اللغه دي ايه؟ هو حاسب ممكن مثلا يشوف حاسب ممكن يشوف اول واحده مثلا فيربلس بس اول واحده او يربلس كلهم. مثلا الاثنين ليها كيسز معينه بتبقى يعني بتبقى ليها اوبشنال في الفانكشن بتاعت البيس دي انت بتقلها بعد كده سواء انت هتبقى عايزها جلوبال او ان هي اول كود يبقى يعني تغير مره ولا تغير كتير او تغير كتير ويبقى ليها جلوبال برضه في عدد من الدبل بيس. ما تتسالش مثلا خدت بالك اصلا ان هي تدفع على الاس تي ال بليس في البي اتش بي انها اخذت اثنين بارامتر بس ما اخذتش الثالث لان هنا اوبجكت. في بي اتش بي سترينج ريبليس بتاخد ثلاثة. ايه اللي هتدور عليه؟
هتبدله بايه وايه هو السترنج. انما هنا هو مش محتاج يعرف ايه هو السترنج، لان انت مكلم فانكشن جوه اوبجكت اللي هو بيشكل هو ده السترنج. فكنا احنا بنتكلم اصلا يا جماعه على انواع الفاريبلز والاوبريتورز اللي بينهم. ادينا هنا مثال على اوبريتور البلس ما بين اتنين تكست، طبعا مش محتاجين نكسكيوت الكود ده، فاهمينه؟ حد عايزنا اكسكيوتو؟ قرانا الكود ده تشوفه؟ اوكي. فالكود ده مجرد اتنين فاريبلز وواهم سترينجات، عملنا بينهم بلس، بلس بقى شغلها مختلف عن بلس هنا لما كنا بنجمع، هنا بقت كونكيت اوبريتور. جمع الاثنين مع بعض فكتب لك اللوجو. الكونديشنز، وهنا الموضوع لذيذ جدا وسهل. يعني ايه كونديشنز؟ احنا مش هندي كل الكونديشنز، احنا هنتكلم عن بعض. يعني ايه كونديشنز؟ شرط. عايز اقول له لو حصل كذا اعمل كذا. احنا دلوقتي كل اللي عملناه بنقول له اون ايفنت بس، ده كل اللي بنعمله من اول ما بدانا النهارده. لما يحصل ايفنت الفلاني نفذ كذا. طب انا عايز اقول له لما يحصل الايفنت الفلاني، يعني لما الراجل مثلا يدوس سند، لما يدوس لوجن، اتاكد اقول له هو الاوبجكت ده مكتوب فيه حاجه ولا لا اللي هو الانبوت، والاوبجكت ده مكتوب فيه حاجه ولا لا اللي هو الانبوت الثاني يوزر نيم وباسورد، ولو مكتوب اخليه يكمل، لو مش مكتوب هقول له لا استنى انت لازم الاول تملى لي الفورم. لو دي هي الكونديشنز. الكونديشنز اشهر حاجه فيها اللي هي في اكتر من حاجه ثانيه، في اكتر من كونديشن ستيتمنت المعروف فيها اللي هي مثلا السويتش، ما تقعدش دماغكم صراحه بيها يعني. ايش ده تمام اعرفها اللي هي برضه دبليو سوي، بس انا بتسال دلوقتي على الاف. طبعا ده ما شاء الله عليها هندات المسافه المعقده من اول مره، بس ده الناتج النهائي اللي انا وصلت له اخر المحاضره. اوكي. اف بتتكتب بالشكل ده. كلمه اف بين قوسين بندخل الشرط بتاعنا، وما بين الاثنين حاجه اسمها انا مش عارف اسمها ايه. كيرلي بريسز. كيرلي بريسز اللي هم دول صح؟ ودي براكتس صح كده؟ كيرلي براكت. دي براكت. اوكي. فبتكتب اللي هم قالوا عليه دوت. اوكي. هنا بتكتب الشرط الكونديشن بتاعك، وهنا بتكتب يعمل ايه لو ده كان بتروح. بالاخر البروجرامرز ممكن يفهموا اللي انا بقوله ده. اف وبعد كده هنا بوليان تو او فولس، وهنا الكلام اللي هيحفظه ايه. يعني ببساطه لو كتبت هنا اف تو يبقى هينفذ على طول، لو كتبت له اف فولس يبقى مش هينفذ على طول. حلو. اللي هنا ده شرط، هل الاكس اكبر من الخمسه ولا لا؟ اذا كانت الاكس اكبر من الخمسه يبقى الامر ده هيتنفذ. تاني نبدا ننفذ، نروح هناك ونشوف بدل ما احنا قاعدين كده نتكلم كتير. دي هلو اول اللي كانت فوق هيشها الوشاش، وهنا ده ايرور. الايرور ده صار عندنا يا جماعه شايفينه، احنا ده كان كود بنجربه، يعني كان مكتوب هنا بنجربه. حد عايز يسوي الايرور ده ايه؟ بالظبط ان احنا كاتبينه قبل ما نديهم لود، قبل ما مش كاتبينه اون مثلا لودر. نرجع هنا تاني، الكود اللي كنا كاتبينه بيقول ايه؟ بيقول اف الاكس اكبر من 5. طب هي الاكس بكام؟ عايزين نعرف القيمه النهائيه بالاكس ب 5، هي مش اكبر من 5. طب جت من هنا الاكس اصلا، احنا عاملينها فوق، الاكس بتساوي 5 ما زودناش عليها اي حاجه. جه تحت قال لك هل الاكس اكبر من ال 5؟ ففي المقابل ما تركزش، لو حطينا فوق هنا الاكس ب 6 حطينا اكبر او يساوي، او لو حطينا اكبر من او يساوي. بنتكلم على الفيتوس دلوقتي، لو حطينا يا جماعه زودنا على اكس فجالنا الموضوع. ممكن سؤال؟
مين هنا ديزاينر او مين هنا مش بروجرامر؟ لا هي كل فكره بس عشان اركز على تقسيم الوشوش هنا يعني. اصل انا بجرب يا جماعه فممكن حاجات انا شايفها سهله فاهم قصدي؟ بحكم ان ماشي خلاص عدت انا عشان كده عايز اركز على تقسيمات الوش الناحيه دي لان حاجه مش خالص. خلاص انا هنا اللي قاعد هنا يبقى ديزاينر ماشي؟ اوكي؟ هنرجع قيمتها زي ما كانت خمسه ونشوف بقيه الشغل. طيب ايه الاوبريتورز اللي ممكن اكتبها هنا اهو؟ غير اكبر من في شويه اوبريتورز كتير انا فاهمها واحده واحده افضل من اي شيء. ما ينفعش تكتب كده في جافا سكريبت بي اتش بي ما ينفعش تكتب كده اوكي؟ يعني ينفع تكتب اف ترو على طول من غير الاقواس لان الاقواس هي اصلا متكونه من يعني الترو والفولس طلعت منين؟ ان القوسين دول بيطلعوا يا ترو يا فولس بيطلعوا للاف فالاف تنفذ هتبقى دي تحت اول جميل؟ اوكي فلو كتبنا مش كده مش مش هنا في جافا سكريبت ما اشتغلتش لا يعني كده خريج برضه عملت اساينمنت بتاع كده اساين برضه ما انا عارف يعني مش هتشوش يعني عقارن كيو عارف انا بشرح منين جت اليساري يساري بالطريقه دي هل ممكن القوسين دول في اي وقت في الاوقات يطلعوا لنا فولس؟ ما ينفعش ما على طول هيطلعوا فولس ينفع هل في حاله معينه الخمسه مش هتقدر تتحط جوه كيو يبقى احنا كده بنقول حاجه دايما هتطلع بتروب عشان كده بقت يساوي يساوي يبقى يساوي 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 واحده بس معناها ان انا ساوي لي ده بده حط لي ده جوه ده انما يساوي يساوي هل ده بيساوي ده اوكي ده السبب ان هم استخدموا يساوي يساوي عشان كده طلعت لنا ايه دلوقتي تروب اوكي طيب حد عارف الفرق بين يساوي يساوي وتربل يساوي؟ جميل اثنين يساوي معناها هل قيمة ده بتساوي قيمة ده ولا لا؟ ده اثنين يساوي ثلاثة يساوي معناها هل قيمة ده هي قيمة ده ونوع الفاريبل ده هو نوع الفاريبل ده ولا لا؟ مثال بسيط احنا اكس 4 عندنا بتساوي كام؟ 7 صح؟ هنعمل كيو بتساوي 7 خدنا بالنا كيو كتبها ازاي؟ لو قلت له اف كيو بتساوي تساوي اكس هيرجع لك ترو يرجع لك فولس تاني الاكس هنا يا جماعه نوعها ايه؟ ديزاينر بس هم اللي بدوا يسمعوا اكس نوعها ايه يا شباب؟ لا الاكس انتجرال فيها 7 اوكي انما كيو وفيها 7 برضه يبقى قيمتهم واحده ولكنهم مش واحد فلما قلنا يساوي يساوي رجع لك ترو لانه بيتشيك هنا على قيمه بس انما ده بيتشيك على القيمه والنوع بس فهنا رجع لك فولس بس قيمه يعني ده سترينج برضه ازاي تقول سترينج بيساوي انتجر انا عارف ان هو في الاخر فاهم قصدك وما ينفعش يتم عليه الاوبريتورز بتاعت الانتجر اه المفروض ده ايكوال ايكوال اصلا بيساوي الفاليوز هو بيحسب الفاليو دي الفاليو بالظبط ده الفاينل فاليو بتاعي انا عايز اقول لك على حاجه فولس اه ماشي فاهم قصدي؟ اوكي هي فولس جابها لك كده فولس فاهمني؟ لانها 7 ايه حاجه ثانيه الفاليو بتاعتها 7 ايه حتى لو نوعهم مختلف في الاخر هو دي 7 يعني في 7 بس 7 و7 ماشي نوعهم مختلف بس يساوي يساوي يبقى هنا بيتشيك على الفاليو بس ده بيكون اسهل لنا في حاجات كتير بنستخدم اثنين يساوي والداتا جايه لنا مثلا من انبوت فالراجل كاتب رقم لكن الداتا في الاخر جايه لنا من البي اتش بي مثلا او جايه لنا معموله على انها سترينج وخلاص او جاي لنا من انبوت فالانبوت بنجيب منه الداتا على انها سترينج حتى لو كاتب ارقام فاهم قصدي؟ لو لسه هنقعد نحول القيم بتاعتها ونطير منها شويه حاجات كلمه فلا ده كده اسهل لنا يساوي 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 طبعا لو بتتعامل في ارقام شويه تفاصيل حسابيه مثلا او الكلام ده كله لا بتضطر تتسحل بقى في التفاصيل دي لازم يساوي 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 ولازم تطلع منها الاول الانتجر وتشوف اذا كان فيها سترينجات ولا لا حاجات زي كده طب انت عايز تقارن الداتا تايبس داتا تايبس انا ببقى شغال في حسابات محتاج اقارنهم ضغط بعض محتاج اقارنهم محتاج اتاكد فور اكزامبل عمليه معينه جاي لي انتجر جاي لي رقم 5 جنيه وانا عايز اتاكد ان هو 5 جنيه ولا ان هو ارقام فلوت مثلا او فور اكزامبل انا مستني
جاي لي داتا معينه وحد بيحاول يلعب ويحط جنبها شويه علامات مختلفه، او في اكزامبل هو فاتح بيكتب الارقام من الماك، فالماك بيحط الارقام الهندي الكودينج يعني ولا لا الارقام نفسها يعني بيكتب 2 كده مش 2 يعني على الويندوز. حتى واحنا بنكتب الارقام في فايرفوكس بيكتب الارقام اللي هي 2 يعني مش بيكتب 2 يعني 2 دي ما مش رقم يعني 2 دي انت ما بتفهمهاش انها انتجر يعني لما تقول في اكزامبل لو قلنا اكس ايكوال 2 فاهم قصدي فاهم 2 دي؟ نوعه ايه كده؟ ولا اعرفه كده كده سترينج كده هيخش في حاجه ثانيه يعني كده لازم تعملها له كده اهو. ففور اكزامبل عايز تفاليديت بقى ان هو حاطط الداتا صح ولا لا. كنت شغال مع ارقام كنت شغال مع حسابات طبعا في الاخر يعني مثلا زي الاي ار بي ده، الاي ار بي ده يعني انترفيس بالكامل معموله في جافا سكريبت. عايز اقول لكم ان الاي ار بي ده مثلا لو شفت انا كنت نصحتك بيه المره اللي فاتت بان انت تستخدم اي اكس تي جي اس. بلاش نفكر بلاش نفكر اوكي. اللي عايز يسال على الاكس تي جي اس في اكزامبل اهو ممكن ادردش معاك كتير ادردش بقى معانا اكس تي جي اس ايه هي ومميزاتها ايه اوكي. فجينا هنا ببساطه يا جماعه احنا استخدمنا الاف بابسط اشكالها وقلنا على شويه اوبريتورز زي يساوي يساوي ويساوي يساوي يساوي واكبر من او يساوي واصغر من او يساوي ولا يساوي. سيبنا من الحاجات اللي تحت الاثنين اللي تحت لا يساوي ممكن تتكتب كده ممكن تتكتب كده وما اعرفش هنا في جافا سكريبت شغاله بالاثنين ولا لا. ايه؟ انا؟ لا انا كده يعني شكرا مش مقبوله هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين. اوكي احنا بتكتب كذا لغه؟ كله بيخش في بعض. لا مش كله بيخش في بعض عادي يعني انت عارف يعني عارف الستاندرد فكره خلصت يعني. انا لما بخش لغه جديده اول مره اكتب فيها خلاص قشطه بمشي بتمشي معاك بتبقى عارف يا كده يا كده. ما هي ما كانش بيقبل ليها بيقبل بالشكل التاني فاهم؟ انت عارف عايز تعمل ايه بس ازاي؟ بالظبط انت بتخش بتقدر توصل يعني على طول شفت. انا بس يعني ما انا لو محضر كنت هبقى فاكر التفصيله دي يعني او ممكن اخلص وما اقولش معلومات زياده خلاص. ايوه اوكي هنا قلنا الاف بابسط اشكاله. طيب لو ما كانش خمسه لو الشرط بتاعنا ما اتنفذش يعني حاجات ثانيه اللي هي اوري الف اوكي اوكي يبقى لو لقيت خمسه بتساوي سوري اكس بتساوي خمسه اعمل كذا. طيب لو ما كانش اما اي حاجه ثانيه اي حاجه ثانيه دي هنستخدمها بالاكس يعني لو ما كانش بالعربي ال واو لو ما كانش اوكي اللي هو ماشي يا تعمل كده يعني هو لو لقاها اكبر من خمسه هيقول جود لو ما كانش هيعمل هيقول نو اوكي. طبعا انا هنا مش حاطط سيمي كولوم مش تشتغل احنا قلنا في الاول انا مش هعمل شكل خالص سيمي كولوم زي ما انت شايفه اشتغل معانا عادي خالص لكن في حاجه اوكي احنا عندنا في ديباجنج للكود الكود مش هيشتغل الا لو انت كتبت السنتكس سليم بسيمي كولوم او من غير سيمي كولوم السنتكس سليم. لكن في بعض الحاجات بيسموها بتكون اسمها كود ستاندرد. كود ستاندرد ده مش معناه انه هيطلع باك لو ما مشيتش عليه. انا كود ستاندرد اللي انا ماشي عليه دلوقتي بيقول لي تحط سيمي كولوم في اخر الكود ستاندرد بتاع مش فاكر كان اسمه ايه. في بي اتش بي برضه في شويه كود ستاندرد زي مثلا زينت كود ستاندرد زي بير كود ستاندرد زي الكلام ده كله اللي هو بيقول لك البراكتس دي تحطها فوق ولا تحطها تحت؟ تحط هنا مسافه ولا ما تحطش؟ الكلام ده كله بحيث انك تبقى كاتب كود ستايل معين، استخدم الكامل كيس ولا استخدم اندر سكور في اسماء الفايروس وما الى ذلك. الكود ستاندرد ده في البي اتش بي ممكن تلاقي اسمه في عندك الزند كود ستاندرد هتلاقيه في الزند فريم ورك. في عندك البي كود ستاندرد دول اشهر كود ستاندردز الموجوده. كود ستاندرد يعني شامل فيهم الكود ستايل اللي انا بتكلم عليه شامل فيهم الكومنتس شكل الكومنت الدوكمنت اللي تكون كاتبه جوه الكود ايه شامل فيهم كمان اسماء الملفات شكلها هيبقى عامل ازاي. الكلاس بتاعتك لازم تبقى في ملف منفصل فايل منفصل واسمها كذا دوت كلاس دوت بي اتش بي
فاهمين قصدي؟ الحاجات اللي بتستند منها هتبقى فروضة فين وما الى ذلك. ده بيكون اسمه كود ستاندرد، بيخلي ان الكود ستايل نفسه ما تشوف مكانه، تشوف يعني تشوف اي ملف زي كل شبه بعضه. واحد معاك في التيم قاعد مش محتاج يتعود على كده، يقول انت بتحط هنا مسافه ليه؟ مفيش الكلام ده، لا خلاص هو متعود اصلا على الستاندرد ده عشان احنا معتمدينه في الشغل. اوكي؟ فانا كتبنا ما كانش هيبقى else كذا. طبعا هنا هيتنفذ النو لان احنا غيرنا فوق الاكس. احنا غيرنا فوق الاكس خلينا اكس 5. وفي المقابل هي مش اكبر من 5. الشرط الاولاني ده ما تنفذش فما قالش جود. في حالة عدم تنفيذ الشرط ده هيتنفذ. طيب عايز ادي كده شرط، يعني فور اكزامبل اكس دي هي قيمه، تعال نقول هنا اهو بي ار او التوتال مثلا، القيمه النهائيه بتاعت واحد جاب نتيجه في اخر الشهاده مثلا 80%. فانا عايز اقول له هي لو اكبر من 75 مقبول، لو اكبر من 90 ممتاز، لو تحت ال 50 لو اي حاجه ثانيه يبقى راصد مثلا. فانا عايز اديله 3 4 شروط. يبقى هنستخدم ايه؟ هنستخدم إلس اللي هي لو ما كانش الاولاني ولكن مع إلس هنحط اف كمان. يعني هنيجي هنا اهو نقول له إلس، وهنا المفروض نحط شرط ثاني. نحط سوري حاجه ثانيه ننفذها، ولكن احنا هنستخدم معاها كمان واحده اف. ونقول له هنا زي ما كنا بنقول له هنشتغل مثلا على التوتال، اف التوتال اكبر من 90. دلوقتي هنا هنقول له اف التوتال اكبر من 75 تمام. اوكي كبر شويه. يبقى هنا قلنا له اف، بعد كده جينا قلنا ايه سيف كده قلنا اكس. طيب اكس دايما في الاخر، اف دايما في الاول، طبيعي مش هقوله في الاول اكس، مش منطقي صح؟ انسى ايه، طب هو ايه اللي فوق؟ ومش هقوله في النص هنا هو اكس ولسه في انسى اف تحت. جميل؟ اكس معناها ايه؟ اكس معناها خلاص بقى بص يعني مفيش امل، مفيش حاجه تنفذ، نفذ اللي في الاخر ده، روح هناك. جميل؟ ف إلس تيجي بعد اف، اوكي إلس اف، انما إلس إلس لوحدها تيجي في الاخر بس. طيب بتوع البي اتش بي اخد بالهم ان دي ما ينفعش تبقى كده. البي اتش بي الاثنين شغالين جافا سكريبت إلس زافا اف، ده اللوجيك اكتر، ده المنطقة اكتر، لانك بتقول له إلس عشان يبقى بتدي شرط بديل لدي، بعد كده بتكتب اف دي. هي إلس منتظرة إيه؟ منتظرة يا إما كود تنفذه يا إما إف تانية. إف جديد، أوكي؟ طيب نتكلم في التوتال. طب هي إيه أكتر أوبجيكتس مستخدمة في الجافا سكريبت؟ أكتر أوبجيكتس مستخدمة؟ يعني لا يعني هي الكومنت المنتشرة أو يعني الاستخدامات العادية. يعني الدوكيمنت، الأوبجيكت الدوكيمنت، الدوكيمنت اللي بنكلمه 24 ساعة. لأنك قليل لما بتكلم الوين، قليل لما بتكلم الاستوري، قليل لما بتكلم الحاجات اللي بره الدوكيومنت. انت عاده شغال جوه الدوكيومنت. اوكي نقول في اللوجيك جيتس في ديزاينرز هنا، حد منهم عارف يعني ايه لوجيك جيتس؟ بتوع الكمبيوتر ساينس، كمبيوتر ساينس ولا ما كنتش بتذاكر؟ الله يرحمه. اوكي سيبنا من اللوجيك جيتس وخلينا نتكلم فيها بشكل بلد الفرنس. ارجع لحصه ثانويه عامه. ايه؟ احصى ثانوية عامة. تصدق والله انا في اول كورس او في الاوائل لما كنت بدي كورس في اتش بي كنت مصمم دايما لما تيجي المحاضرة بتاعت الاف اشرح اللوجيك جيتس من اولها لاخرها. واشرح لهم يعني ايه هي في ايه في الدوائر الكهربية اللي هي البوابات المنطقية لو حد خدها. اه لوجيك جيتس اه احنا عارفينها. يا سلام. واشرحها ايه والسويتش هنا والسويتش هنا واللمبة تنور وبتاع كده. اقول بص بقى ازاي ده بقى كمبيوتر. اوكي ببساطه يا جماعه احنا اللوجيك جيتس هنتكلم على الحاجات المهمه فيها اللي هي اند واور ونوت. اند واور ونوت نستخدمها في ايه؟ انا عايز اقول له هنا لو ده اكبر من ال 90
اقل من 95 احط ايه منهم كده بقى شرطين اند بكتبها ازاي ده لو عايز الاثنين يتنفذوا لكن لو اور يبقى ده او ده اوكي يبقى ده الاوبريتور بتاع اند يبقى ده شرط وده شرط عايز اقول اند اند معناها ايه ان الاثنين يتنفذوا يعني ده وده الاثنين يدوني ترو الاثنين يدوني ترو بقوا شرطين منفصلين والاثنين يدوني ترو طب لو اي واحد منهم اوف جميل حلو طيب خلينا دلوقتي في اند ونقول طيب اللي كنا قلنا عليها من شويه نوت نوت ايكوال من هنا جت نوت اوكي اند و او ودي نوت ايت اوكي من هنا جت نوت مثلا نوت ايكوال اي حاجه اوكي نوت ايكوال لا يساوي ومن هنا جت علامه التعجب معناها لوحدها نوت اوكي ممكن تستخدمها بعد كده قبل ما اتكلم اتاكد الاول خش على المسلسل ده. المسلسل ده دخل في تفصيله ثانيه. دخل في حاجه كومبليكيتد شويه. انا عايز اقول عايز اتكلم عن تفصيله اكتر شويه ان عايز احط الموضوع في اقواس عايز ادي اولويه. يعني ايه؟ زي ما يكون تليفون او مش هحط شويه. تعالوا نقول ان انا عايز اقول اف اكزامبل x equal 5 او ال x equal 9 and ال y equal صح؟ 10 اسف كده equal هيساوي ده عايز اتكلم في مثال زي ده مين هيتنفذ قبل مين؟ الاند الاول وبعد كده الاوفر صح؟ هي بالظبط دلوقتي هتقوم جايه قايله ان يا ده يا ده هيجي جروب الاند وبعد كده يخش على الاوفر صح؟ طب الاسهل يا ده يا ده الاثنين دول لازم حد فيهم يطلع لي تو يعني القوس ده لازم يطلع منه فوق كده يبقى مكتوب فوقيه كده ايه؟ عارف انت كده كوت موجوده فوقيه يبقى تو. لما ده يطلع تو يبقى ساعتها نتكلم في ده. يبقى ساعتها نتكلم في الاند. الاند بتلزم بين اثنين. عندها اثنين، عندها ده وعندها ده. لازم حد من دول يطلع تو ولازم ده يطلع تو عشان دي ده. اوكي؟ حلو؟ تعالوا بقى نطلع فوق ونشوف المثال اللي فيه تفاصيل فوق شويه. الراجل هنا بيتكلم في ايه؟ بنتكلم هنا ان عندنا قوس كبير اهوت اللي فيه اكس اكبر من 5 واكس اقل من 8 واكس لازم تكون اقل من 8
والاكس بتساوي 100. طبعا ده حكم بيهزر طبعا، هي لها يعني ده عمره ما يتنفس. اوكي نبص بس على الكتابه مش اكتر. طبعا انا ساعات انا يعني بشرح فاضي حاجه زي اللي انا عملتها تحت مثال مش حقيقي يعني. اوكي ده هنا زي ما شفنا في فوق في جوه هنا ان وفي هنا او. نفس الطريقه اللي اتنفست تحت على فكره، احنا مش محتاجين تحت اقواس، ولكن تحت الاقواس خليت ارجل اكتر. لكن لما نطلع هنا فوق هنا محتاجين اقواس. اوكي هنا ده ما كناش محتاجين اقواس ليه؟ هو كده او كده يا هينفس ده يا هينفس كل ده، يعني هينفس الاثنين دول مع بعض. لما يجي ينفس دول يعني لا صدق انا مش عارف. حد عارف انا هتنفس ازاي تحت لما اغير اقواس؟ من تحت كده هينفذ القوس وبعد كده هيقوم. لا لو مفيش اقواس مفيش اقواس يبقى اند الاول. لا اند الاول اند الاول وبعد كده يجي ما هو هيروح الاند هيطبق الاول وبعد كده. لا لا هو مش بالاوردر، هو بيجيب الاول الاند وبعد كده. طب انا عايز اسالك سؤال، لو عملنا قوس كده هيبقى ايه؟ وش اند كده اند عشان الراكتس 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 هي الاعلى بالعكس كده. ده لو كله ما تنفذش مش هينفذه اصلا كده الاند الثاني. هو بيخش بيشوف ايه الاوبريتورز الهايست بريورتي، هو بيشوف كده. خلينا نفكر زعلان من ايه؟ من الكتب من الغلط. انا زعلان كده هينفذ لو الاكس بتساوي 5 مش هيبص اصلا للاند، لان الاور في واحد من الاثنين المدخلات بتاعتها تنفذه صح؟ صحيح. هو انا بس الاور ايه؟ ايه ده انت؟ مش قوي. انا بس كنت اللي انا طلعت منه كمبيوتر ساينس يعني اللي هو بيخش في الاوبريتورز الاول هي الهايست بريورتي وينفذها خلاص. هيخش البراكتس البراكتس هي اهم حاجه ويخش عليها. هو ده ده طلع بفولس صح؟ وده طلع بترو ترو اكس يبقى كله ترو. يبقى بقول لك في الاخر انت لما تيجي تتكلم هنا بتتكلم اذا كان في اور يبقى بتحط ده في ناحيه وده في ناحيه، اي حاجه منهم يتنفذ. فاهم قصدي؟ ماشي صح. فهي من غير اقواس انا عن نفسي صراحه مش متخيل هي تنفذ ازاي. وفي هنا زي ديباجنج مثلا بس على طول بقى كويس. فاهمين قصدي؟ هو تقريبا مش كل لغه بيبقى ليها يعني. لا هو ستاند او واحد واحنا خدناها صراحه في المدرسه بس انا مش فاكر. انتظرت ان انا اخدته بس مش فاكر. يعني كل اللغات ليها ستاند واحد في البرايورتي. انا دي كذلك في البرايورتي جمع وطرح كذلك في البرايورتي. فاهم قصدي؟ مين الاول جمع وطرح ده اسمه برضه مين الاول؟ برضه دي كمان مش فاكر. اوكي هنا يا جماعه حاجه زي كده لو الاو دي بس اتنفذت يعني جوه القوس ده الاول لو ده بس اتنفذ يعني هي لو الاكس بتساوي 100 خلاص ده هيشتغل. اوكي مش هتفرق معاه الاند ده كله، هي في ناتج القوس ده في الاخر هيطلع بتروح. ماشي انت بتقول لي هنا اند بس بتقول لي هنا او، ناكد الكلام ده دلوقتي. القوس ده لوحده ونفذه انا ده كده طلع لي الاكس اكبر من 5. لا الاكس اصغر من 8. دلوقتي انا متاكد ان انا لو عملت الاكس ب 100 ده هيتنفذ. ماشي. حد عايز يسال ليه؟ ليه؟ دلوقتي الاكس بكام؟ ترو صح؟ ب 100 ده اتنفذ صح؟ وده كله يعتبر على الوينج ده في لوحه تحت الاور. يعني الاور دي علامه الاور دي يا يتنفذ ده يا يتنفذ كل ده. مش مهم بالنسبة لنا ده كله. ما هي دي مشكلة انه مش كويس. ما هو ده. فولس اساسا اللي على الشمال؟ اللي على الشمال فولس اكيد الاكس مش اكبر من يعني الاكس حتى لو هي اكبر من 5 هي مش اصغر من 8. الاكس ب 100 هي مش اصغر من 8 صح؟ معلش انت عملت ديفاين للاكس تاني. طب ما تجيب الاكس بالظبط. هي في المرة الأولانية هو بالفعل طلع فولس. انا بحسبها على المرة الأولانية طلع فولس. هنا عملت حاجة. غيرت الكرة بتاعتها وبعد كده طلع. ممكن نعمل التروث تيبل بتاع الاند والاور ده. انت ممكن تشرح بقى على ده هيخلص الدنيا كلها. اوكي هنا اند برضو عملنا نفس الموضوع الناحيه الثانيه، يعني عملنا نفس الموضوع على الناحيه الثانيه على الواي برضو نفس الطريقه. وفي الاخر قلنا تعالى بقى نحطهم كلهم في اند كبير. هو هينفذ انهي فيهم بقى؟ الاثنين مع بعض؟ بصي هتطلعي من قوس بتطلعي من قوس وفي الاخر حطاهم هما الاثنين في اند، يعني القوس ده كله في الاخر هيطلع اكزامبل كده ترو ولا فولس؟ والاكس بكام؟ ده فولس فولس هتكتبي كده فوق ايه؟ فولس كده ده فولس. الثاني هيطلع ترو ولا فولس؟ واي بكام؟ فولس فولس الواي برقم صغير برقم 6000 فولس. هتحطيهم الاثنين على الاند هيطلعوا فولس.
طيب لو حط هنا اود اثنين فولز كله فولز. طب لو ناحية من الاثنين طلعي تو ده كله تو ترو عشان احنا حاطين طب لو الاند الناحية منهم واحدة فور بس الناحية الاند لازم الاثنين هو كده كده ما بين الحاجتين يعني الاثنين او الثلاثة او الاربعة الاند لازم كله يبقى تمام. دي كده سمري سريع هنتكلم النهاردة عن فين نكتب جافا سكريبت فايدها ايه. اتكلمنا على شوية كود بسيطة للجافا سكريبت واتكلمنا على الايفنتس وعرفنا الفاريبلز وعرفنا الكونديشن او عرفنا الاف يعني في اكتر من كونديشن تاني زي اللي انا كاتبه هنا ده في حاجة ده كونديشن سريع يعني في انك تسبب السويتش ممكن توصل لقيت حاجات دي من ده في سويتش كود جميل. بس واتكلمنا عن الاوبريتورز اللي عندنا في الاف. دلوقتي هنخش على ندي لوب فور. فور يعني ايه؟ سوري اللوب يعني ايه؟ اللوب يعني عايزين نعمل حاجه اكتر من مره تكرار. يعني فور اكزامبل انا عايز مثلا عندي اري فيها شويه داتا او عندي سوري شويه داتا مش اري عندنا شويه داتا وعايزين نعرضها في صفوف عايزين نعمل ديكومنت رايت او عايزين نعمل نيو اليمنت في الصفحه نعمل تي ار وتجي تي دي تي دي تي دي ونحط جواهم داتا او عندنا شويه داتا معينه وعايزين نلوب عليها عشان نحطها في مكان معين يعني عندنا شويه داتا كتير وعايزين نقرا عليها مش جاي في بالي دلوقتي مثال معين عشان مش عارف مش عايز اغوض يعني كنت بفكر في مثال لان انا هقول لكم كام كلمه جديده. تعالى نقول مثال مثلا ان احنا عندنا عايز اعمل لوب فور عندي بتاخد ثلاث مدخلات عندي او ثلاث شروط عندي. اول حاجه الراجل اللي هيعد لي هيبدا من كام؟ ويعد لحد ما يوصل لايه؟ ويعد طالما ان الشرط ايه؟ شرط الراء يعني وبنسميه في الاخر معدل الزياده يزود كام كل مره؟ يعني في واحد واقف يقول لك طيب انت لف انا بقول لك اما تقف. فتبدا من اول كام؟ قال لك ابدا من صفر. طيب الف لحد امتى؟ طول ما انت اصغر من 25. طب وكل لفه هزيد قد ايه؟ هزيد 5. اوكي؟ وببدا هنا بنفذ الاوامر اللي عايز انفذها مع كل لفه. نقول مع بعض حاجة المفروض نقولها فوق في الفاريبلز. لو قلنا اكس عندنا كانت بتساوي 100 اللي هو شايفين اكس بتساوي 100 فانا عايز ازود على اكس 1 ممكن اقول له اكس بتساوي 101 صح؟ بس انا مش عارف اكس بكام فممكن اقول له اكس تساوي اكس بلس 1 كده بقت اكس بكام؟ 101. في السي سنتاكس في حاجة تانية ألذ وأسهل اللي هي اكس بلس بلس. اوكي؟ تمام؟ طيب اكس بلس بلس بتعمل ايه؟ بتزود على الاكس 1. في فرق بسيط كده عايزين نركز فيه بلس بلس اكس. الاتنين بيزودوا 1. الفرق ببساطة إن أنا لو قلت ألت اكس بلس بلس او خلينا ننفذها بشكل بسيط هنقول ان كيو تساوي واي بتساوي 5 يبقى كيو بتساوي كام؟ واي ودبليو قصدي ب 5 اقوم جاي قايل له الم اكس بلس سوري كيو بلس بلس طبعا لي كام؟ بل هو زود ايه؟ طيب كيو فعلا بقى قيمتها ب 6 بس هو طلع الت بلس بلس دبليو بنفس قيمة اربعة كيو هيديله كام؟ 6
ودبليو قيمتها كام؟ بالظبط ستة. الفرق بين بلس بلس وبعدين الفايرل عن الفايرل وبعدين بلس بلس ان ببساطه ان انا بقول بلس بلس زود لي الاول وبعدين هات لي قيمه الجديد. يعني كده زود على الاكس واحد ورجع لي القيمه الجديده. انما كده رجع لي قيمه اكس اللي هي القديمه وبعدين زود عليها واحد. ده الفرق الوحيد. اوكي؟ تمام؟ تمام. طيب لو عايز اقول له زود عليها اثنين. بس اثنين. طب لو خمسه مش هينفع الكلام ده صح؟ اكس بلس ايكوال اثنين. اه جميل؟ يعني تاني بلس بلس بتزود واحد صح؟ طب عايز ازود اثنين مش هعمل كده. كده كده اوفر. مش هفضل مش هعمل كده. اوكي السباكس ده مش سليم يعني مش هيبقى صح. انا ممكن اقوم جاي اكس بلس ايكوال خمسه. انا بقراها عن نفسي بلس بلس يعني زود واحد صح؟ انما بلس ايكوال انا بقراها معدل الزياده. يبقى كده هنا بزود اربعه، هنا كده بزود واحد. زيها بالظبط زي بلس بلس. اوكي؟ يبقى هنا معدل الزياده اللي احنا قلنا عليه، لسه شايفين الشاشه ولا الشمس ضاويه؟ اوكي. كده بقول له زود لي كام؟ خمسه. وابدا من صفر واشتغل طالما انت تحت ال 25. اوكي؟ طيب. نعمل الف. نجرب وبعد كده نرجع نشيل الالف ونستخدم حاجات اسهل في الدبابة. اثنين نتبع احسن اي عشان نشوف كل مره قيمتها بتبقى قد ايه. نو دي من الاف لفوق ادي صفر خمسه عشره خمستاشر عشرين. لا انا بدوس اوكي بس في حاجه اسهل من ان احنا نقعد نقلت ونستنى والكلام ده كله. في حاجه عندنا اسمها كونسول دوت لوج. اعمل كده من تحت في الفايل باج ده اللي قلت نقعد ندوس اوكي ومين نفس قد مين. بس قلت ليها فايده ثانيه واحنا بنبقى ساعات بنستخدمها. قلبت بتوقف البرنامج بتاعك. يعني قلبت بتوقف الكود اللي بعدها ما تخلوش يمشي. فممكن تقف هنا وتبص على حاجه وتراجع وتقول وتايم والكلام ده كله وترجع. في بعض الاوقات بنحتاج فيها قلبت. انما ده الاسهل. كونسول دوت لوج او كونسول دوت داير لما يبقى عندك بروجكت. عايزين نتكلم اسرع شويه عشان الوقت. طيب هنا واخدين بالنا ان هو بدا من الصفر ووصل ل 20. يعني يمكن كان نفسي اغوط شويه مثلا نقعد نقول ايه طب احنا عايزينه يجيب لي 20 كمان فهنعمل كده. فهنا جاب ال 5 سوري قصدي يجيب ال 25 معانا عشان قلنا اصغر من قوي يساوي. جميل كنا عايزين نتكلم. انا جايبهم فوق لتحت يعني. لا نعكسها نجيب من ال 25 للصفر بس ما فيش وقت كبير معانا ماشي؟ هي كلها حاجات خاصه باستخدام الفور. وفي امر تاني كمان اسمه وايل. والفوق ليها استخدام تاني هنعرفه دلوقتي بعد شويه مع الاريز. تفصيلتها كبيره شويه. نفسي اديها بس الوقت عشان ما نفتحش. عشان المحاضره دي انا واقف فيها في 5 ساعات. وماله؟ من غير بيه. لا بلاش. الفايل ده يا جماعة احنا على فكرة ما بنسجلش. لا سجل. بس مش هتسجل. هو ما بيفتحش بس هو موجود هنا يا جماعة موجود على الكورسز بتاع حازم خالد. اوكي انت تفتح كورس حازم خالد هتلاقي قدامك كورسين كورس بي اتش بي والجافا سكريبت والجي كوي. فهتخش على الجي كوي هتلاقي المحاضرتين اللي اديناهم هنا اول البرزنتيشن بتاعتهم جميل. وهتلاقي الحاجات اللي اتكلمنا فيها في المحاضره اللي فاتت مره فاتت سي اس اس والكلام ده
والحاجات بتاعت المحاضرة. المفروض ان ده كان وقت الفانكشنز اللي انا اتكلمت فيها بدري شويه للاسف، كنا هنعمل مخطوطات جميله اللي انا عملتها في الاول. احنا اتكلمنا قلنا ايه هي الفانكشن وايه فايدتها معايا. حد محتاج اعيدها تاني؟ عيد تاني الفانكشن ايه هي؟ استخدامها ايه؟ ليه بنحتاجها؟ اوكي؟ طيب في بعض الفانكشنز زي ما قلنا موجوده في اللغه زي الرت وكونفيرم وزي الريبليس اللي جربناها على الاسترنجات من شويه وزي الكلام ده كله. في بعض الفانكشنز اللي احنا بنعملها بنفسنا زي هنا انا عملت فانكشن اسمها ان بيدخل لها ايه ما بيدخلهاش حاجه. بعمل ايه جواها؟ بعمل فيرب بستخدم فانكشن موجوده في اللغه اصلا اسمها كومبت بقول له شويه حاجات وبعد كده بألفت اللي هو بيقوله لي. جميل؟ طيب كده انا عملت الفانكشن استدعيتها فين؟ لسه ما استدعيهاش. تعالوا نجرب نستدعيها بشكل عادي خالص. ان احنا نروح في ملف ال HTML بتاعنا ونقول له على ال H1 لما يكليك عليها لما يكليك عليها ينفذ الفانكشن اللي اسمها ان. بصوا يا جماعه عملناها ازاي؟ اون كليك ان. طب ليه حطيت قوسين؟ لان كده بكلم فاير انما كده بكلم فانكشن. وللعلم اللي عايز يركز معايا في الجزئيه دي الفانكشن جافا سكريبت هي فاير. ازاي؟ اقول لك بص كده اوكي ان قال لك ايه؟ انت اكيد قصدك الفانكشن اسمها ان. يعني ان الفاريبل بيرفرنس على فانكشن اسمها ان. فانما لو كتبت ان هينفذ بقى الحاجات اللي جوه ان. اوكي؟ طيب في حاجة كمان توضح لك اللي أنا بقول لك عليه. مش كل الناس تركز معايا، اللي هيتوه ما يركزش. أنا حذرت. ممكن نقول الفار بتساوي ما حسب لو فانكشن دي بتريتيرن هتدخله في الفار؟ لا، كده أنا بكاريت الفانكشن. الفانكشن بأسمها دي دي. بالظبط. هو نفس الاسلوب، هي نفس البلاد. مش دخل الفاريبل في الموضوع. لان الفانكشن هنا بتبقى از فاريبل. عشان كده من شويه ما قلت لك بنعمل الكول باك لما بنقول تقول دول بتساوي اسم الفانكشن بس معناها اني ببص على ريفرنس بتاع الفانكشن دي. ده فانكشن اوبجكت. الاوبجكت في الجافا سكريبت بيكتب جوه الفانكشن. يعني انا فاهم. بس برضه يعني انا فاهم ان ممكن يبقى فاريبل يبقى اوبجكت لكن يبقى فاريبل يبقى فانكشن مش شغال. بص هو بيرفرنس على الفانكشن. فاكر من شويه لما جينا نعمل اون لود وقلت لك ممكن تدي له اسم الفانكشن؟ ازاي اسم الفانكشن؟ في البي اتش بي مثلا لما بتدي له اسم الفانكشن بتديها له بالدبل كود. ليه؟ عشان انت بتقول له اسمها وهو بيروح بتديها له از سترينج. انما هنا بتدي له فاريبل. يعني لما ادينا له اسم الفانكشن على طول في الاون لود لما ادينا مثال قلنا ان احنا ممكن نقوم جايين قايلين ويندو دوت الاون لود بتساوي كده. ازاي؟ لان الفانكشن هنا بتكون فاريبل. يعني الفانكشن بتكون مش عايز اقول جوه عشان مش عارف هي بس الفانكشن انجينير هي معموله ازاي. يعني ما اعرفش الكومبايلر بيتعامل معاها ازاي بس اوكي هي از فاريبل. يعني هي
بيشاور عليها فاليبل. لان يعني انا لما عملت كده انا قلت له روح على ريفرنس بتاعها. باي ديفولت صحيح ممكن يكون السبب باي ديفولت ان الجافا سكريبت بتباص باي ريفرنس مش باي فاليبل. ده باي ديفولت اوكي؟ فكده انا قلت له الريفرنس بتاعها. ولكن الامر الطبيعي ان اسم الفانكشن بيكون هو هو اسم فاليبل بيباص عليه. فاهم قصدي؟ زي ما هنا هو قلنا دلوقتي. دي قام جاي قايل لي اه دي فانكشن. دي اه هنفذها حاضر. فاهم قصدي؟ نفذ الفانكشن. انما لما قلت له كده انا بقول له فاليبل صح؟ اه الفاليبل الدي ده بيقول لك انا بباص دلوقتي على فانكشن. فاهمني؟ هو الفاليبل الفانكشن هنا بيكون فاليبل بيباص عليه. بيباص باي ريفرنس. فاهم قصدي؟ يعني الفاليبل بيكون بيباص باي ريفرنس على الـ على الـ على الفانكشن دي. وانا مش فاهم بس ممكن لو في اكزامبل ممكن افهم بصراحه. هو الاكزامبل اللي ممكن اقول لك عليه هو ده. ايوه بس ده يعني ده هنا مش ريزلت. دي فانكشن هنا كريتها بتعمل ايه؟ بتعمل كونسول دوت لوج بس اوكي؟ الفانكشن اهي دي بتقول لي اه انا كده بباص على فانكشن. لذلك لو عملت لها ممكن نجرب بص قال لي ايه؟ فانكشن زي الفانكشن نفسها. فاهمني؟ طبعا مش قصده ان الفانكشن از سترينج او قصده الفانكشن از ستراكشر. هو بيشاور جميل؟ في حين ان انا لو عملت كده اهو كده لو عملت كده اه هينفذ الفانكشن عمل لوج دلوقتي اللي انا كنت كاتبه. فاهم قصدي؟ انا اسف ان انا اتكلمت فيها عشان هاند تو انا عارف. لا معلش بس ببساطه يعني يا جماعه اعرفوا ان في الجافا سكريبت اللي يعرف الفرق بين الباس باي فاليو والباس باي ريفرنس في الجافا سكريبت كل حاجه باس باي فاليو. كل حاجه باي ديفولت باس باي فاليو. عشان تباس باي ريفرنس انت بتعمل فانكشن بطريقه معينه عشان تباس باي ريفرنس. يعني انت اللي بتلف عشان تعملها له باس باي ريفرنس باي فاليو. انما باي ديفولت هي باس باي ريفرنس. بالنسبه للحته بتاعت الباس الباس باي ريفرنس والباس باي فاليو ده اللي هو اللي انا برمي بارامترز في برمي في الفانكشن يعني بارامترز وكده صح ولا مش دي؟ يعني فانكشن اللي هي افتح براكت تو اكس وواي فهو يستنى تو فاليوز عشان يقدر ينفذ من جوه الفانكشن. تمام انت تقصد هنا ريفرنس وفاليو ان هو ياخد بالريفرنس ما ياخد بالفاليو ولا مش بس اوكي عارف ان انا الحته دي خلاص انا اصلا سمعت قبل كده هو اصلا كده كده بياخد باي ريفرنس يعني جافا سكريبت بس وبي اتش بي برضه لا بي اتش بي باي ديفولت باس باي فاليو ماشي يعني في بي اتش بي اما تكون جايه قايل دولار ساين اكس ايكوال 5 ايكوال 6 وبعد كده تيجي تحتيها تكون جايه قايل واي ايكوال اكس كده بقت الواي بكام؟ 6 تيجي تقوم جاي قايل اكس ايكوال 9 الواي اتغيرت؟ لا بس ده كده باص باي فاليو. لما قلت له واي بتساوي اكس غيرها اخد قيمه الواي قيمه الاكس حطها جوه الواي وخصموا بعض بعدين مالوش دعوه ببعض. غيرت الاكس مسحتها الواي خلاص هي اخدت قيمتها. انما في الجافا سكريبت باص باي ريفرنس. جميل يعني بيعتمد على بعض يعني تفاصيلها كتير. اه هو خلاص انا اخدت قيمتك انت غيرتها انا بغير معاك. ليها تفاصيل كتير بتقف معانا في بعض الحاجات بنحاول نخرج ده من ده فبضطر اعمل له فانكشن كوبي باي فاليو يعني انا بسمي الفانكشن كده وابدا بقى ان انا اعمل فيه اوبجكت واروح عليها واخد الحاجه كده اوكي. فهنا عملنا فانكشن ان احنا عملنا فانكشن اسمها ان وجينا هنا على ال a on the onclick executed end date. خلينا بالنا هنا ان احنا بنكتب ال n على طول بنكتب ال n وحاطين فيها قوس غير ما كنا بنعمل في اللود. وهنا لانه ما بينفذش الا لما بنكليك بالفعل. انما هناك خلينا نقول ان احنا هنا تعالى نشوف هتتنفذ ازاي.
بعد كده بولينج فاج ادي الاتش 1 هدوس عليه هيبدا لان طب دخل شويه كلام ليس امبت يور فاليو دخلنا الرت وخدنا كونفيرم ودي اسمها كومبت اوكي كومبت يقول لي تمام انت دخلت كده ازاي ان انا لو بكتبه في كومبت لو بكتبه في الانبوت اللي بيظهر عندي جوه كومبت كومبت بترجعه لي فانا عملت باي اكس ايكوال الناتج اللي يطلع لي من كومبت اوكي الناتج ده مراته للالت حد وقع؟ طب حد ما وقعش؟ برضه مش كل مره اوكي اشرح تاني؟ لا لا صح سهله يعني نسيبنا ان احنا جوه فانكشن ونسيبنا الكلام ده احنا قلنا الفانكشنز عندنا بتعمل ثلاث حاجات تاخد منها بارامترز خلاص عشان تعمل عليها شويه حاجات او تعمل بروسيس او ترجع لنا شويه نتائج او الثلاثه او اثنين بس منهم الفانكشن دي اخذت منا بليز انبوت يور فاليو دي المسج اللي هتطلع دي المسج اللي طلعت وليها بارامتر كمان اوبشنال لو عايزه تدخليه الديفولت فاليو في الانبوت اللي هنشوفها دلوقتي طيب هي هتريترن حاجات لما بنقول اكس بتساوي 5 مين عمل ريتيرن جوه التاني؟ 5 دخل جوه قيمتها رجعت على الاكس اللي على اليمين دايما هو اللي بيعمل في الشمال لو قلنا ايه الدراسه انا لو قلنا اكس بتساوي واي قيمه مين هيتحط جوه التاني؟ واي هتدخل جوه الاكس صح كده؟ يبقى دايما اللي في اليمين هو اللي بيتحط جوه الشمال فكذلك هنا قال لك ان قالوا لنا ان بوم دي بتطلع لنا حاجه خلاص حطينا الكوز ده عشان اللي يتدلق من هنا يجي هنا فده هيبقى فيه قيمه، قيمه ايه القيمه اللي هنكتبها لما تظهر لنا سالفه البوينت؟ القيمه دي اعمل فيها اللي انت عايزه. ابعتها لسيرفر حطها في انبوت اطبعها تاني فاحنا هنا عملنا ريفرنت. دي الديفولت فاليو. اوكي؟ وهي قيمه اوبشنال يعني لو ما دخلتهاش خلاص اوكي مش مشكله. اوكي عملنا هنا فانكشن ثانيه مسلبها على فانكشن احنا الفانكشن بتاعتنا احنا نفسها لا ليها بارامترز ولا بترجع لنا اي داتا صح؟ هي بتعمل بروسيس معين بتطلع كذا فاللي يرجع منه تطلعه ثاني وخلاص على كده ولكن تعالوا دلوقتي نعمل فانكشن ثانيه بتاخد بارامترز وتعمل بروسيس عليهم وترجع لنا القيمه. البروسيس ده ممكن يظهر قدامك على الشاشه. ممكن يكون بس هو بيجمع ويطلع. اتفضل. طب انا ما بحبش الريتيرن تايب في الفانكشن ولا الكلام ده في اللغات الكويسه. ولا في البي اتش بي ولا اوكي هنا عملنا فانكشن اسمها صح؟ الفانكشن دي بتاخد اكس وواي ايا كان يهم تاخد محمد تاخد اي اسم اتنين فاريبل اتعملنا جوه فاريبل جديد وحطينا فيه ناتج الاكس والواي ورجعناه استخدمنا كوماند اهو اسمه ريتيرن الراجل اللي استدعاها بالشكل ده عمل فاريبل اسمه تي عشان ده الكوز اللي هيستقبل فيه اللي يتدلق من هنا استخدم صم ودخل لها اي رقمين في المقابل هي هتجمعهم وتسيبهم له جوه تي. طب ما هو عمل مره فار اتش فار زد ليه عمل تاني فار اوكي الفانكشن تعتبر سب بروجرام اللي جواه ما بيتشافش بره. يعني ما اقدرش هنا اطبع زد. زد مش موجوده اصلا بره. هو لو معرف بره بقى زد خلاص هيعمل عليها مفيش. لو معرف حاجه بره جوه يشوفها. انما لو معرف جوه بره ما يشوفهاش. يعني قصدك ما يبقاش فيه لخبطه كذا حاجه يعني يبقى زيت ومعرفه فوق وخلاص. في ده انا عايز الفانكشن دي يعني القيمه دي مش محتاجها بره، ليه تفضل معايا في رامه؟ فاهم قصدي؟ ما انا كل فاريبل ده مكان في رامه. اوكي فاهم قصدي؟
كل فاريبل انا بعمل فار كذا لما كان فاريبل محطوط فيه. طب وليه اكون مستغل كتير من الرام؟ لا خلاص انا محتاجه هنا بس يبقى كاريته هنا بس، طالما مش محتاجه بره اول ما استدعيها هيكاريته، يخلص البروسيس بيمسحها من على الرام. فما اصلا المقابل ما كانش معايا. هنا ده شكل يا جماعه الاستدعاء بتاع هو مثلا انا استدعيت ال احنا النهارده ادينا 5000 معلومه مطلوب منك تنفذ، انا مش مسؤول عن الموضوع ده، وان شاء الله يعني المحاضرات الجايه ما فيهاش جديد في جافا سكريبت على قد ما فيها استخدام بقى شويه فانكشنز معموله عاملاها الجي كويري، استخدام شويه اوبجكت عاملاها جي كويري غير الديتمنت وغير الديتمنت وغير السكريبت. هو ده اللي بيسهل لنا جي كويري، اللي عامله شويه فانكشنز بتعمل حاجات. انا دلوقتي مثلا عملت فانكشن اسمها صم، خلاص اي مره عايز اجمع هستخدم الفانكشن بتاعها. جي كويري احنا قلنا قبل كده انها لانجوي مكتوبه بالجافا سكريبت، فيها بقى فانكشن تعمل سلايد اب، فانكشن تعمل سلايد داون، فانكشن تعمل مش عارف ايه، وفانكشن تعمل مش عارف ايه. جميل؟ ف المرات الجايه احنا مش هنعرف اكواد جافا سكريبت تقريبا جديده، الحاجات نادره قوي، احنا كل اللي هنعرفه جديد اسماء الفانكشنز ونستخدمها ازاي ويعني تريكس كده في طريقه استخدامها وبتاع وحاجات زي كده. بس عايزين برضه نتعلم ازاي مثلا